السلام عليكم اخوان. السلام عليكم. اللي دخل يقول لي هو الصوت مزيان ولا لا؟ واش كيسمع الصوت مزيان ولا لا؟ واش طابلو كيبان مزيان ولا لا؟ اللي دخل يقول لي واش كيسمع الصوت مزيان ولا لا؟ والصوره واش مزيانه ولا لا حتى هي؟ وبارطاجيو معنا هذا اللايف، راه باقي عندنا العدد قليل. دابا كاين اللي كيحسب لي اللايف حتى السبعه، حنا قلت لكم راه مع الخمسه. يلا الاخوان اللي دخل يبارطاجي هذا اللايف، بارطاجي في الجروب ديال لافاك اللي عندهم. دونك الصوت مزيان، الصوره مزيانه، خصنا غير نجمعو باش نبداو. السلام عليكم. اليوم راه غادي نخدمو لاناليز دو، يلا اول لايف عندنا في لاناليز دو، غنبداو بالانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل. هاد الحصه غتكون مهمه بزاف، حيت الكور ديال لاناليز دو خصوصا الشابيتر ديال لي زانتيغرال كيبازي بزاف على لي فراكسيون راسيونيل، كيفاش غنديرو ليهم لانتيغراسيون ديالهم. دوك اللي دخل لهاد اللايف يبارطاجي معنا هاد اللايف باش يوصل لاكبر عدد ممكن. وي لي بي سي جي حتى هما غاديين يخدموا عندهم هاد الشابيتر ديال لي زانتيغرال ديال لي فراكسيون راسيونيل، غير هما النيفو غيكون ناقص شويه، يعني الا فهمتي هادشي ديالنا غيولي يجيك هداك الشيء الاخر ساهل. حكيم صورة كاليتي ناقصة، راه يمكن غير من الكونيكسيون عندك، راه إلا كانت عندك كونيكسيون تقيلة غطلع لك الصورة ناقصة. الآخرين واش كتبان لكم الصورة واضحة ولا لا؟ ياسين واخا تعطينا، غادي نخدمو كلشي إن شاء الله ياسين. دونك كاليتي ديال الصوره مزيان. دوكا حنا وصلنا دابا 300، اللي باقي ما بارطاجاش يبارطاج هاد اللايف عنده. ايوب سال ما كنهضروش دابا في الوداد ولا الرجاء، حنا دابا ديما اناليز دو، ديما لي زانتيغرال.
دونك الاخوان حاولوا تعاونونا بالبارطاج. دونك غير الاحمر اللي ماشي وي هذا اللايف ان شاء الله غادي يتلاح في فيسبوك غيبقى اونغوجيستر ويتلاح حتى في يوتيوب ان شاء الله. بس ما ممكن نبداو غادي نبداو دابا بس ما ان شاء الله غير ما بغيناش بغينا نبداو كلنا في اكبر عدد ممكن في نفس الوقت حيت هذاك الشيء مرتبط حيت غنشرح الكور وغنديروا لي زيكزيرسي. les intégrales généralisées داك الشابيتر باقي ما وصلناش ليه حنا يلاه اول فيديو عندنا كنعاود الاخوان كنأكد اليوم غيكون عندنا اول لايف غيكون عندنا فلاناليز دو ديال اس ام بي سي وميد اس ا وبي سي جي وحتى اس ام اي اي وحدين عندهم لي زانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل اولا اي تقريبا كلكم راه فلاناليز دو غتقراو لانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل دونك فهاد الحصه ان شاء الله اولا فهاد اللايف غادي نشرح لكم كيفاش كنديروا لانتيغراسيون ديال لي فراكسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل دونك هذا هو البرينسيپ ديالنا. دونك مريم كتقول لي ما كتبانش الصوره مزيان يمكن غير من الكونيكسيون عندك احنا عندي لي لايف اللي مع اللي حدايا دابا راه تنشوفو مزيان ياك عبد الرحيم شغال لك مزيان راه قلنا لكم انه الاخوان قلنا لكم انه غنشرحوا كاع لي موديل كاع لي موديل اناليز دو الجبر دو الالكتروستاتيك الالكتريسيتي اون جينيرال كامله كارموديناميك كلشي غير هو على حساب الوقت حنا غادي كل مره كنديروا لايف كل مره كنديروا موديل دوك راه غنوليو نديرو واحد الطريقه غنوليو نديرو سونداج غنحط لكم سميات لي موديل قبل شي نهار وغتختاروا نتوما غتختاروا الموديل اللي غادي اللي غنديروا ليه لايف دونك بحال لومبلوا نتوما اللي غتحكموا فيه دوك غتوصل 400 غادي نبداو راه حطيت راه ايوب سميت لاشين الا دخلتي الفيسبوك ديالي راه غتلقاني بارطاجيت اللين ديالها دونك اتان راه حطيت ليان ديال لاشين يوتيوب في فيسبوك غتدخل غتلقى اليوم راه غيكون لايف مهم بزاف هادشي اللي غنشرحوه راه مهم بزاف وغيكون فيه بارتي الاولى كور ولا بارتي الثانيه دي زيكزيرسيس يعني غنديرو غابيل كيفاش غنديرو راه قبل ما نديرو لي زانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل راه كاين واحد الحاجه مهمه بزاف هي لا ديكومبوزيسيون ديالها اون اليمون سامبل دونك دابا قولوا لي شكون هو جاوبوا لي دابا قولوا لي شكون هو اللي قاري لا ديكومبوزيسيون كلكم راه شكون قريتو ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل ديال لي فراكسيون راسيونيل راه مهم هي ما كنتيش كتعرف دير ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل يعني راه يعطونا واحد فراكسيون مثلا f كتساوي x او كاري على x موان زان او كاري على x او كاري زائد واحد دونك
هذه خصنا حتى نديرو لها ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل عاد باش تقدر تحسب لها الانتيغرال ديالها. دونك كنظن غنديرو رابيل ديال الديكومبوزيسيون، غنديرو دي زيكزارسيس غنوريكم كيفاش غنديرو لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل عاد باش غادي نحسبو غندوزو كيفاش نحسبو لي زانتيغرال. الصعوبة ما كايناش في لي زانتيغراسيون ديالهم، الصعوبة كاينة في لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. ورا كاين الشابيتر الاولاني اللي هو انتغرال دو غيما. المشكله ديال علاش ما درتش هذا اللايف انتغرال دو غيما، حيت كاينين دي فيليير اللي ما تيقراوش هذاك الشابيتر، ما تيديروش انتغرال دو غيما، كيدخلوا ديريكت لي زانتغراسيون. دونك هذاك الانتغرال دو غيما سوا غنديروا الشابيتر ديالو سو فورم ديال فيديو غيكون فيسبوك او في يوتيوب، اولا غنديروا بوع من بعد. دونك ما بغينا حنا هذه الحصه دابا اهم حاجه الشابيتر ديال لي زانتغرال باش نجرو معانا كلشي. دونك الى درنا ديزانتيغرال دو غريمان دابا ما كاين اللي ما غيستافد والو. دونك انصاف كتقول لنا فوقاش بديتو، يلا غنبداو انصاف. دونك سما كتقول قرينا وي عرفت قري راه كاين اللي دابا البروبليم كاين اللي ما كيكونش ما كيقراش في اس ان مزيان ولا ما تيكونش ميتريز. دونك حنا غنشرحو غنديرو شويه لي زيكزيرسيس وغادي نبدا. وي جيواس وي ضروري اي فراكسيون راسيونيل باش تحسب لها الانتغراسيون ديالها الا الا كانت ايزيال، يعني الا كانت بين او بريم على اي ولا جينيرالمون اي فراكسيون راسيونيل باش تحسب لها الانتغرال ديالها خصك دير لها لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. سعد راه الصوره ما واضحاش، يمكن غير من الكونيكسيون عندك، حيت انا هنا دابا اللي عندي اللي معايا في لاصال راه عندهم واضح. دونك على حليمه غنديروا حتى لي صوم دو غيمان غنديروهم ان شاء الله. دونك الاخوان اللي دخل دابا يحاول يبارطاجي معنا هاد اللايف، انا غادي نبداو دابا غادي نطلقوا ان شاء الله. وي سيمو كاين هاد لا ضروري اي واحد كيقرا كيقرا لاناليز دو راه ضروري غندوم لي زانتيغراسيون، راه لا باز ديال لاناليز ديال لي زانتيغرال هما لي فراكسيون راسيونيل. دونك يلا الاخوان اللي دخل يحاول يبارطاجي معنا هاد اللايف باش نبداو كاملين في مره واحده. دونك على بركه الله دونك هاد الحصه ان شاء الله غنشوفوا لي زانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل. كنعاود ناكد هاد الشابيتر ديال لي زانتيغرال الشابيتر ديالاش ديال كالكول ديال لي زانتيغرال، راه عند اس ام بي سي وعند ميب وعند بي سي جي وعند حتى اس ام اي. دونك غادي نشوفوا اليوم كيفاش غنحسبوا الكالكول ديال لي زانتيغرال ديالاش ديال لي فراكسيون راسيونيل. اول مرحله قبل ما تحسب لانتيغراسيون ديال واحد فراكسيون راسيونيل قبل منها خاص ضروري دير لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. يعني خاصنا نشدو كاع لي شونجمون دو فاريابل اللي عندكم في الكود، بزاف ديال لي شونجمون دو فاريابل كلهم من غير دير شونجمون دو فاريابل غترجع للفراكسيون راسيونيل. دونك انا بالنسبه لي كنعتبر انه هادشي اللي غنقول دابا هو لا باز ديال لاناليز دو كامل. اغلب لي زيكزام غتلقى لانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل، يعني غدير شي شونجمون فاريابل غترجع لي فراكسيون راسيونيل. دونك هاد الشابيتر هو هاد لاباتي مهمه بزاف، داكشي علاش ديما انا كنبدا بها هي الاولانيه حيت هي لا باز ديال كلشي. دونك باش نديرو لانتيغراسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل خاصنا نديرو لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. اول حاجه نديرو واحد غابيل. دونك غابيل شكون يقول لي شنو هي فراكسيون راسيونيل؟ تعرفوا ما عرفوها. دونك فراكسيون راسيونيل شنو هي؟ هي واحد اش
هي حدودية لا حدودية بحيث أن بي أو كي أبارتيان أ أش أ أر دو إكس كلكم قريتوا في الجبر أ لي فراكسيون راسيونيل لي بوليغون لي فراكسيون راسيونيل قريتوا دون سي إي دون أر في لاناليز دو عندنا غير دون أر هذا هو العالم ديال أش ديال الحدوديات دونك حنا غنخدمو غير في أر منين من هذيك لابارتي ديال أش ديال لا ديكومبوزيسيون داكشي سي دونك كتكون عندي حدودية هنا وكتكون عندي حدودية هنا دونك باش نحسب هاد الانتيغرال دونك العنوان ديال الدرس ديالنا هو الانتيغرال ديال اش ديال هاد الفراكسيون دونك باش ندير الانتيغراسيون هاد الانتيغرال خاصني اش خاص هاد الفراكسيون راسيونيل باش نشدوها نديرو لها ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل دونك شكون هما كاينين جوج ديال الحوايج انا غنكتب لكم الكور كامل لي زيتاب كامل ديال لا ديكومبوزيسيون دونك اول مرحلة ايتاب 1 شنو كدير يلا فكر دونك اش كتمشي تشوف كتقارن دوغري ديال اش ديال بي مع الدوغري ديال اش مع الدوغري دو كي دونك كنقارنو دوغري دو بي مع الدوغري دو كي كاينين جوج حالات شنو هما الحالات يا اما يعني الدوغري ديال البسط مع الدوغري ديال النقاط يا اما الدوغري دو بي غيكون صغر من دوغري دو كي او لا دوغري ديال بي غيكون اكبر من او يساوي دوغري ديال اش دو كي إذا كان دوغري دو بي صغر قطعة من دوغري ديال كي ما كاين حتى مشكل ديريكت كتقول علاش حيت ملي كنشدو فراكسيون كنديكومبوزيوها كيكون عندنا اش كيكون عندنا واحد الحاجة اللي كتسمى لا بارتي اونتيير يعني واحد الحدودية بحال مثلا عطيتكم اكس او كاري على مثلا ولا اكس زائد واحد مثلا على اكس شناهي هادي هادي راهي اكس على اكس اللي هي واحد زائد واحد على اكس دونك لا بارتي اونتيير واحد الحدودية كتكون عندنا هي هادي متفقين ولا دونك الا كان دوغري ديال البسط صغر من دوغري ديال المقام كنجي ديريكت وكنقول لهم لا بارتي اونتيير دونك لا بارتي اونتيير يعني هذيك الحدودية اش كتساوي اللي هي او دو اكس كنرمزو لها او دو اكس كتساوي زيرو دونك كدوز ديريكت ليطاب الثانية دونك الا هاد الشرط تحقق كدوز ديريكت ليطاب الثانية دونك ليطاب دو شكون اللي غيدخل لها في هاد الحالة ليطاب الثانية غندخل لها الاف كامل اف اللي هي بلوس سو كيو يعني صافي هاد ليطاب غنوض عليه نقول ندير لا بارتي كونتي ايغال زيرو ودوز ليطاب الثانية باغ كونتخ هنايا الا كان الدوغري ديال البسط كبر من او يساوي الدوغري ديال المقام خاصك تمشي دير القسمة التقليدية باش تلقى لا بارتي كونتي دونك شنو غتمشي دير غتقسم بي على اش على كيو دونك الا قسمنا بي على كيو سي نورمال الدوغري ديال بي كبر من او يساوي كيو شنو غيكون عندنا هنايا غتخرج لينا واحد كيو واحد كونسيون سميو كيو 1 وغيخرج لينا اف ياك ولا لا دونك باش كنعرفو علاه باش كتساوي قسمة تقليدية اش كتقول كيل كو سوا بي او كيو إلي إكزيست واحد دو بولينوم كيو 1 و اف هذا هو الكونسيون ريس بحيث أن اش هادي تساوي هادي في هادي زائد هادي دونك تساوي كيو فوا كيو 1 بلوس اف اللي هو لو ريس دابا إلا مشينا حطينا في الفراكسيون راسيونيل اف شنو غادي نقول هي بي سور كيو بي شناهي هي كيو فوا كيو 1 بلوس اف 1 سور اش كيو الى درنا ليها الى درنا ليها غادي نحاول نمشي هنا شويه باش كلشي يبان لي دونك شنو قلنا اف هي اش هي بي سور كيو هي كيو هادي في هادي كيو 1 بلوس اف 1 سور كيو الى وصلنا البوصون هادي على هادي زائد هادي على هادي ماشي كيو مع كيو غتبقى لينا كيو 1 بلوس اف سور كيو افيك لي كونديسيون ديال اش ديال القسمه الاقليه ديما قسمه كتبقى غادي غادي حتى يولي هذا صغر قطعا من هذا دونك دوغري دو اش دو ار ار صغر من دوغري دو كيو الدرجه ديال هذا صغر من الدرجه ديال هذا دونك هادي نسميوها مثلا اش دو اكس ياك بحال الحدود دونك هادي شناهي هي لا بارتي هادي هي لا بارتي اونتيير راه كاينين بزاف خاصك حتى تفيريفي واش دوغري ديال البسط صغر من دوغري ديال المقام واش كاينه لا بارتي اونتيير ولا ما كايناش دونك هنايا شنو قلنا ليطاب دابا نحيد هنا باقي ما وصلناش ليطاب الثاني دونك في هذه الحاله شكون هي اللي غتدخل عندنا ليطاب 2 غتدخل اف اف هي اللي غتدوز معنا يعني غتشدها كامل وغندوزها في ليطاب 2 هنا شكون هي اللي غتدوز هذه غنخليوها كي ا غنخليوها وغنشدو اش
اش هادي واش الدوغري ديال الصغار من الدوغري ديال المقام ولا لا صغار دونك بحال شنو درنا بحال رجعنا على الدراسه وهذه هي لابارتي اونتيير دونك هذه غنخليها وغنشد هذه هي اللي غندوزها فاش في لابارتي الثانيه متفقين معايا ولا نعاود الكونكليزيون ديال هادشي كامل اللي قدام دونك الا كان الدوغري ديال الصغار والدوغري ديال المقام ديريكتوم كتقول لابارتي اونتيير ايغال زيرو صافي سا مارش الا كان الدوغري ديال الباص كبر من الدوغري ديال المقام خاصك دير القسمه التقليديه اون جينيرال انا كتبت هادي دونك بي تقسمها هاد تقسمو على هذا غيخرج ليا كي ا ويخرج ليا اف ان غنعاود هنا غنفوق غنلقى لابارتي اونتيير وغنلقى واحد لافراكسيون اللي محقق فيها الشرط انه الدوغري ديال الباص صغار من الدوغري ديالاش ديال المقام وهاد لافراكسيون هي اللي غنمشي نكمل بها في ليطاب الثاني واضح هادي اللي قلنا دابا ياك ولا لا هادي ليطاب ا دونك سكرينيو هادي دونك خذوا السكرين ديال هذه هذه وغندوزو ليطاب الثاني دونك ليطاب 2 ليطاب 2 هي اش من بعد ما سواء دونك في ليطاب 1 سواء غتكون داخل عندنا شكون هي سواء غتكون عندنا اش اللي هي اش اللي هي اولا اف اون جينيرال يعني بحال مقربات اف اللي هي بي على كي في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه شكون غيكون عندنا اش اللي هو اف ان على كي ياك ولا لا دونك على حسب الى كان الى كان الدوغري ديال المصدر غتكون مدخل معاك اف كامله الى ما كانش غتكون مدخل معاك غير هذيك اش اللي هي اف ان على كي دونك في ليطاب الثانيه شناهي هذا المقام هذا اللي كيكون هنا في الحالات بجوج غتلقاه هو كي المرحله الثانيه خصك دير لا ديكومبوزيسيون او لا كنقول لها فاكتوريزاسيون تعميم ديالاش دو كي دون اش دون اف دو اكس فلاجر كاين جوج احتمالات يا اما باش تخدم في ار ولا في سي كنتي خدام في ار غتعمل في ار ولا كنتي خدام في سي غتعمل في سي فلاناليز فلاناليز دو ما عندناش هاد الحاله ديما غنبقاو خدامين فاش غير في ار دونك المرحله الثانيه خصك تمشي تشوف وهذه مهمه بزاف هي كجمله كتبان سهله ولكن ملي غاتشوف اش غادي يردوا لها البال كلشي كيدوز بلا ما يعمل بعض المرات ما تيعملش هذيك الحدوديه انا غنوريكم كيفاش كنعملوا من غادي خدامي غادي شكون اللي عنده شي فكره على كيفاش كنعملوا في خاص مثلا الا عطيتك هاد كي كي شي فرا شي بولينو معفول نعملها فاش كتكون على هاد لافورم ا زيرو كتكون اكس موان واحد الفا 1 اس ان 1 يعني اون جينيرال عامل لي اكس موان الفا 2 اس ان 2 يعني كتكون داخل الاقواس عقلوا معايا يعني كتشوف ديما اونتر لي بارونتيز هنا كتشوف داخل الاقواس خاصهم في ار خاصهم سوا يكون هاد الاقواس ما كيهمكش هاد الاس اللي كاين هنا لا راه ماشي على الشده والقصيبه علاش كنبرودوير كيعني عملتيها لا غلط هادشي دونك شنو خاصك خاصك تشوف ما داخل الاقواس هذوك اللي غيكونوا داخل خلي البويسونس شوف الداخل خاص سوا يكونوا حدوديات من الدرجه الاولى مضروبين في بعضياتهم او لا يقدر في ار ما تلقاش حدوديه من الدرجه الاولى تلقى حدوديه من الدرجه الثانيه بي اكس بلس كي افيك اوس حتى هي اي حاجه ام ولا اي حاجه افيك دلتا ديال اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي افيك دلتا ديال كيفاش دينا سيريو اذا كان دلتا موجب راه غتشدها وغتعبلها وغتولي عليك شي عارفين كيفاش كتعمل الحدوديه من الدرجه الثانيه دونك الى عطيت بحال كي كتساوي اكس اوس 3 زائد 1 هذه ما نعملهاش علاش حيت لي فاكتور كيقول لك اون فاكتور ايريديكتيبل ايريديكتيبل يعني اخر تجزئ ممكن سواء حدوديات من الدار يعني صايبه لي عشان حدوديات من الدرجه الاولى ديال عاديين او لا حدوديات من الدرجه الثانيه ديال ديال مثالي هذه ما نعملهاش عطي علاش حيت الاس ديالها فايت اش فايت جوج ما يمكنش دونك الى عطينا اكس او كاري بلس 1 هذه معمل علاش حيت الدلتا ديالها سالي تحسب لها دلتا غتلقى سالي ولكن الى عطيت كيو ايكالا اكس او كاري موان زان هذه ما معملهاش علاش حيت الدلتا ديالها موجب هذه راه هي اكس موان زان عامل لي اكس بلس بلس 1 لاحظتي راه انت رجعتي عليه باغ كونتخ هذه ما تقدرش تعملها ولا عطيناكم عاوتاني كيو كتساوي اكس اس 4 بلس 1 ولا اي حاجه الاس ديالها كتساوي صفر الصوره ما كتبانش مزيان صافي يلاه رجعت لا راه يلاه قصت صافي دابا مزيان دابا مزيان صافي مزيان
كبيره كنجمد. دونك دابا الصوره رجعات مزيان ياك الاخوان صافي. دونك كمل ياك متفقين معايا هنايا فهمتوا. دونك قلنا اشنو ملي كيديباسي عندنا دونك ملي كيديباسي باش تكون واحد فراكسيون وباش تكون واحد فراكسيون معمله باش تكون واحد بولينوم عفوا باش تكون واحد بولينوم معمله خصها تكون سوا مكتوبه على شكل حدوديات من الدرجه الاولى اولا حدوديات من الدرجه الثانيه ديال طاليرو ديال طاليرو سير ندوزو ليطاب تاتا. دونك نسى حنايا دونك اي حاجه ديباسات الدوغري ديالها جوج راه كيعني انها راها ما معملاش. دونك ليطاب 3 هادو نشرحهم في دي زيكزيرسيس غنكتبهم دابا ولكن بغيت تفهموا الشباب اللي خدام في ليكزيرسيس. دونك ليطاب 3 شناهي هي لا ديكومبوزيسيون او لا فورم يعني تفرتشتهم تفرقهم انا نوريها لكم في مثال لا فورم دو لا ديكومبوزيسيون. شنو هي هاد لا فورم دو لا ديكومبوزيسيون يعني كيفاش غيكون لك مثلا الى عطيناكم اف كتساوي واحد مثلا اكس على اكس موان زان او كاري عامل لي اكس بليس ان او كاري ولا اس ثلاثة. شنو كدير هادي اول ايطاب خصك توصل ليها بيه. ليطاب الاولى شناهي ليطاب الاولى هي الدوغري ديال النص مع الدوغري ديال المقام. شحال الدوغري ديال النص واحد دوغري ديال المقام ربعة. دونك لابارتي اونتيغ ايكالا زيرو هادي الاولى. الثانية شناهي هو انه هادي حدودية واش معملة ولا لا معملة علاش حيت هادي حدوديه من الدرجه الاولى ودي حدوديه من الدرجه الاولى واخا ندير هنا تاكو ثلاثه ماشي مشكل. دونك اشنو كنديرو في لا فورم دو لا ديكومبوزيسيون ملي كدوز من ليطاب الاولى والثانيه اش كدير ملي كتكون معادله من الدرجه الاولى هذه اللي فيها معادله من الدرجه الاولى هذا كيتسمى بول دوردر 2 ما كيهمش دابا داك الشيء حيت غتقراهم في لي بولينوم ولي فراكسيون راسيونيل. دونك هذا الاس ديالو جوج يعني غندير ليه لابارتي ديالو. اش كدير كتحط ا من الدرجه الاولى ملي كيكون داخل القوس الدرجه الاولى كتحط فوق منها عدد a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré. هاد لابارتي كلها ديال من ديال هاد متفقين معايا ولا لا؟ دونك غنزيدو عليها عاوتاني زائد لابارتي ديال هاد لابارتي ديال هاد شناهي هو اش هذا اس 3 دونك غنبقى غادي نوصل 3 دونك توصلنا ب c sur x plus 1 زائد d sur x plus 1 au carré زائد e sur x plus 1 ou slash. Donc, on va regarder que chacun va sur l'âge, chacun va sur le plus. On va faire le plus. Voilà, qui va dire que l'analyse, la formule de la décomposition, chacun va vérifier les deux états. Donc, il a un exemple, on va dire que c'est un exemple, on va dire que c'est un exemple, on va dire que c'est un exemple, x au carré, عامل x au carré plus 1 au carré. دونك هنا إلا درنا إكس دونك هنا نديرها واحد دونك الدوغري ديال النص شحال؟ أش زيرو الدوغري ديال المقام ربعة وجوج ستة دونك لابارتي أونتيغ إيكالا زيرو. دونك غندوزو للبارتي التانية لا فورم دو لا ديكومبوزيسيون هذا راه معمل علاش؟ حيت هذا راه هو إكس موان زيرو أو كار داخل القوس شناهو؟ داخل القوس راه حدودية من الدرجة الأولى مزيان وهنايا حدوديه من الدرجه الثانيه. ملي تكون حدوديه من الدرجه الثانيه خصك تبين فيك دلتا ديال. دونك دلتا ديال هذه كيفاش دير راه سالي ياك ولا لا؟ دونك عندي حق ندير لا ديكومبوزيسيون. دونك هي واحد على اكس موان زيرو هي واحد على اكس زائد هنا شنو غادير اكس او كار واحد على اكس او كار دونك بلوس. دابا راه بارتي ديالاش ديال ملي كتكون عندنا حدوديه من الدرجه الثانيه كدلتا ديالها سالي حدوديه من الدرجه الثانيه كدير فوق منها حدود نسيت هنا ا هنا بي عفوا هنا ملي كتكون حدوديه من الدرجه الثانيه اللي دلتا ديالها اش سالي كديرو فوق منها حدوديه من الدرجه الاولى. دونك هادي اش غندير فوق منها سي اكس بلس دي سور اكس او كاري بلس ان وتا هي غنبقى غادي حتى نوصل لاو كاري. دونك زائد او اكس بلس اف على اكس او كاري بلس ان او كاري متعقد؟ لا مش مقدر الحمراء دونك متفقين معايا؟ دونك أ هادو هما لا فورم دو لا ديكومبوزيسيون أو ليطاب الأخيرة إيطاب 4 راه هي أش؟ هي اللي فيها المشكلة هي الديتيرميناسيون
ديال اش ديال كونستانت هو التحديد ديال اش ديال هاد لي كونستانت. نتوما في الموديل ديال لاناليز دو ما غيعطيكمش لي فراكسيون هذه اللي عطيت انا راه صعيبه يعني صعيب باش تبقى تحدد هاد لي كونستانت غتكون قاصحه شويه هذه المهم يعني تقدر تجيب لها لي كونستانت ديال دونك انت ماشي الهدف ديالك هو دير لاديك وتقرا هادشي اللي قلنا انا درنا غابيل ولكن الهدف ديالنا تكون فيها هادشي ولكن ملي غتمشي ليزيكزارسيس ديال لاناليز غتلقى فيه فراكسيون اللي غيكونوا اش اللي غيكونوا ساهلين شويه ماشي بالضروره يعطيك فراكسيون صعيبه ويقول لك دوز من هاد لي زيتاب حيت هو غيبغي يختبرك فاش في لي زانتيغرال كيفاش غتحسب الانتيغرال ماشي ولكن كاينين دي زيتيديو اللي كيتبوكا بحال مثلا باقي عاقل واحد الجروب كان عندهم بحال هكا واحد ديكوس 3 بلس 1 وكاين اللي ما قاريش لي فراكسيون غاسيون نهائيا فعطاو هاد الانتيغرال هذا راه ساهل الا مشيتي عاودتي دي موان زان عاودتي عملتي هذا راه بسيط ولكن المشكل اللي طاحوا فيه شنو هو بزاف ما يعرفش يدير هذه ما يعرفش يدير لا دي كومبوزيسيون اون اليمون سان يعني مشى ليه هذا التمرين ماشي حيت ما كيعرفش الانتيغرال لا حيت ما كيعرفش يدير لا دي كومبوزيسيون دونك راه هاد لا دي كومبوزيسيون اون اليمون سان راه مهمه ومهمه بزاف دونك انا غنديرو دي زيكزارسيس اللي نفس هادوك دابا اللي غنديرو لهم دي زيكزارسيس ديال لا دي كومبوزيسيون هما اللي غتحسبوا لهم لي فراكسيون غير هو قبل ما نبدا ردوا معايا البال اي فراكسيون راسيونيل ملي كان في كومبوزيون عقلوا على هذه المهمه كيخرجوا لي واحد الاشكال شوفوا معايا عدد على اكس موان شي حاجه انت اكس بلس ولا موان شي حاجه يعني حدوديه كتكون اس واحد هذا اللي اكس موان كيكون اس واحد او مثلا هذا ياكل هذا في اوكار هذا في اوكار هذا في اوكار دابا هادو غنسميه واحد لا فورم الاولانيه هادو كيخرجوا على هذا الشكل ا حيت علاش حيت ملي غنبغيو نحسبوا ليهم لي زانتيغرال يكون فيهم الالام حنا غنشوفو دونك هادي ملي كديكومبوزي شي فراكسيون هاد لا فورم غنسميها لا فورم ا عقلوا عليها ملي كتكون اكس موان شي حاجه اس واحد ملي كيكون عندي اس هنا واحد كنسميوها ا وملي كيكون عندي شي بويسونس كتخالف واحد هاي يعني اكس موان شي حاجه لي بويسونس ديالهم هادو كنسميوهم لا فورم 2 هادي اي لا فورم هادي لا فورم 1 علاش حيت اس واحد هادي اش غنسميوها لا فورم اش لا فورم 2 حيت الاس ديالي يخالف واحد 2 ولكن ملي كتكون دالتا سالب هادوك اللي كيكونوا دالتا سالب لاحظوا العاد حتى هي غتكون سواء اس واحد سواء او كاري دونك هادي غنسميوها لا فورم الثالثه اللي غنحسبوا لها الانتيغرال ديالها وهادي غنسميوها لا فورم الرابعه دونك اي فراكسيون راسيونيل اختاريتيها اما اختاريتيش اي فراكسيون راسيونيل سواء غيخرج لك هذا الاشكال هذا الاول او لا هذا الشكل او لا هذا او لا هذا دونك الكور ديالنا هو هذا كيفاش نحسبوا هاد لي تخوا واحد جوج راه ساهلين وهادي وهادي كاين فيها شويه ديال اش ديال الخدمه دونك اي فراكسيون اختارينا لاحظتوا انني نبقى نقول لكم كيفاش كنديروا باش نلقاو هاد الطابلو سير نديروا واحد فين بين اكس ناقص صفر غادي خلا اكس كاري المهم ما بيناش هذا راه نشوف هي x موان 0 او كار غير x موان 0 علاش درنا هي x كار x كار باش ما تغلطش ليكم صحاب او كار حيت دابا الا درت ليكم بحال هكا x او كار كاين غير هي اللي حدوديه من الدرجه الثانيه لا راه x موان 0 او كار متفقين دونك ندوز ياك ياسمين برادة علاش داير الكيس هما اللي تنهضر بهم باش يوصلك باش تسمعي دونك ندوزو لي زيكزيرسيس انا درت لكم غابيل دابا على لا ديكومبوزيسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل يعني تقدر ما تكون فاهم والو في لي فراكسيون راسيونيل شد غير هادشي اللي قلت لك وراه غادي تخدم غادي فيك دونك اجي نديرو دي زيكزامبل دوزو لي زيكزيرسيس دوز ديال البارتي الاولى اللي بغي سكرين دونك هادي دونك سكرين اللي باقي ما لي طاب 4 بس ما قالت لي لي طاب 4 راه هي لي طاب 4 هي كيفاش غادي نخرجوا لي كونستانت دونك
انا غنديرها في ليكزيرسيس. قالت لي شي وحده ممكن تعاود لي طاب 3 انا غنشرحها في ليكزيرسيس. هي اللي غنديروا دابا لي طاب 4. شوفوا معايا دابا انا درت غابيل ديال الكور. شوفوا معايا في ليكزيرسيس غتفهموا مزيان. في لي طاب 4 مكتوب ديتيرميناسيون دي كونستانت. انا غادي نعاود نقولهم كاملين. تبعوا معايا غير في ليكزيرسيس. طاب 4 هي اللي غندير خاصني ليكزامبل باش وي اس 1 علي قال لي واش هذا اس 1 اس 1 انا غادي ندير ليكزيرسيس. يلا تشوفوا معايا. دونك شوف ان سي بروفيو انه ما كاينش والو في الكره. ها هو الكور عاوتاني غادي هادشي اللي كنت دابا غادي نعاود نشرحو في لي زيكزيرسيس. دونك يلا شوفوا معايا. ها لي زيتاب كاملين اللي فهم غيجي ساهل اللي ما فهمش ها هو فرصه باش يفهم. شوف عندي واحد هو راه نورمالمون غنعاود نحسب هادشي كتبوه هاد لي فراكسيون كتبوهم حيت ملي باش نربح الوقت ملي غندوز لابارتي ديال لي زانتيغرال غتعطوني الريزلتا ديريكت. مايمكنش لينا نبقاو كل مرة نديكم. دونك راه هادو هما نفسهم غنعاود نحسب ليهم لي زانتيغرال ديالهم. دونك واحد على اكس موان زان عامل لي اكس موان دو. دونك كتبوها انت كتبو ليا هادو باش نبقى كل وحدة نديرها ونخرجوها في نفس الوقت. اللي كيكتب يكتب لينا لي زيكزومبل بلون مختلف باش يبقاو عندك واجد. صافي دونك هاي هاد لا فراكسيون ديكومبوزي ليا ديكومبوزي اف اف اون اليمون سامبل ولا غير ديكومبوزي اف دون ار. يلا شنو قلنا لي زيتاب لي كاتر ايتاب اللي قلنا غادي نعاود نديرهم. شكون هي ليتاب الاولى؟ ليتاب الاولى هي اش؟ هي الدوغري ديال بي. دوغري ديال بي هذاك الشيء اللي كتقولو غير بعينك ما كتشوفوش. دونك ليتاب الاولى الدوغري ديال الباص شحال؟ زيرو. دوغري ديال المقام شحال؟ ثلاثة. دونك لا بارتي اونتيير ايغالا زيرو. متفقين ولا لا؟ دوغري ديال الباص صغار من دوغري ديال المقام. دونك لا بارتي اونتيير ايغالا زيرو. مزيان. ندوزو ليتاب الثانية كاملة هادي غنهزو غندوزو غير ليتاب الثانية. ليتاب الثانية شنو هي؟ هي الفاكتوريزاسيون ديال اش؟ ديال اف دون ار. هادي راه معملة في ار. شوف اكس عامل لي اكس موان زان عامل لي اكس موان دو هادو كلو راه معملة في ار. واحد تقول انه داكشي ساهل في ليكزيرسيس غتلقى بساهل. دونك ليتاب الثانية واش محقة ولا محقاش؟ محقة. دونك ندوزو ليتاب الثالثة هي لا ديكومبوزيسيون. دونك شنو هي هاد اف؟ اف تساوي ان سيغ x عامل لي x موان زان عامل لي x موان دو. دونك شنو قلنا؟ هذا الاس ديالو شحال؟ واحد. دونك غنديرو ا سيغ x. هذا صافي غنحبس وصلت لواحد. هذا الاس ديالو شحال؟ واحد تاهو بلوس b سيغ x موان موان زان زائد هذا شحال الاس ديالو؟ تاهو واحد c سيغ x موان دو. مزيان. دونك هادي اللي كندير ليها هي لا بارتي ديال اش؟ الثالثة لا فورم دو لا ديكومبوزيسيون. إلا كان عندي هنا كوكان أو كاري غتبقى غادي توصل أو كاري أ سيغ إكس زائد بي. حنا غنديرو المثال ديال كوكان هنا أس ثلاثة وشحال غتبقى غادي توصل أس هنا أس واحد غنحبس في واحد أس واحد غنحبس في واحد أس واحد. دابا ليطاب الرابعة اللي هي اش؟ لا ديتيرميناسيون ديال اش؟ ديال لي كونستونت. هنا فين كاينين بزاف ديال التقنيات. دونك أول حاجة شناهو؟ الأس ديال هذا شحال؟ واحد. الأس ديال هذا واحد. الأس ديال هذا واحد. أي حاجة الأس ديالها إذا كان غير واحد كتكون بسيطة بزاف. شوفوا معايا كيفاش غادي تلقى هذاك أ ساهل. دابا هادي كيفاش غنلقاو أ و بي و سي ما فيه حتى مشكلة. ولكن كون كان أو كاري هنايا وهذا كتولي كتزاد المشاكل. دونك شوفوا معايا شنو قلنا؟ إلا بغيتي هاد أ ديريكتومون كضرب فيه كضرب هادي متساوية هادي تساوي هادي متساوية ياك ولا لا؟ هادي متساوية. إلا بغينا هاد أ غنضرب كلشي هاد الطرفين المتساويين فاش؟ في إكس في المقام ديالها الطرفين المتساوية فاش؟ في إكس. دونك غنشدو هاد ليغاليتي كاملة وغنضربوها في إكس. دونك شنو هي؟ هاهي إكس فوا إف دو دو إكس. يعني ضربنا كلشي في إكس وغناخد أفيك إكس فين كتنعادم هادي؟ كتنعادم فاش؟ في زيرو. غتاخد إكس إيكالا زيرو حيت غيتختازل. دونك شوف نعاود معاك إلا بغيتي إكس هاد بغيتي أ كضرب في المقام ديالو وتتاخد فين كينعادم. ضرب كلشي في المقام. دونك غنضرب هاد المتساوي كاملة في إكس وغناخد فين كينعادم. دونك إلا ضربنا هنا في إكس غاتجي إكس مع إكس أش غيبقى لينا؟ واحد على إكس موان زان عامل لي إكس موان موان دو. نتا أفيك إكس شحال كيساوي؟ زيرو تساوي
هنا ملي غنضربو في اكس شنو غيبقى ليا؟ ا زائد شوفوا معايا هذا كله هذا غنسميها هذا الشيء كامل اللي عندي من هنا حتى لهنا هادشي غير تضرب في اكس هو اكس فداك الشيء اللي بقى كامل ما كيهمنيش علاش ما بغيتش نكتبو حيت افيك اكس ايكال صفر بحال اش بحال ضربت هادشي كامل في صفر دونك فين غيمشي صفر في هادشي ملي غنضرب هنا في اكس غتبقى ا هذا كله غنضربو في اكس هادشي كله اللي كاين هنا هو حطو هنا غنضربو في اكس دونك بحال غنضربو في صفر مشى كامل دونك اش كيساوي دونك ا كيساوي هذا عوضوا لينا بزيرو واحد على زيرو هنا هي موان زا زيرو موان دو هي واحد على اش واحد على جوج دونك انت تقدر تكتب ديريكت ا تساوي بلا ما تبقى دير حيت هادشي كله لو غيست ملي غنضربو في اكس وغتاخد اكس ايكال زيرو غيمشي للزيرو سا ماش دونك دابا غنمشيو الا بغينا بي نفس الطريقه عاودوا معايا الا بغينا بي فاش غنضربو الا بغينا بي غنضربو في هذا كامل ياك ولا لا دونك غنشدو اف دو اكس اكس عفوا اكس موان زان غادي نضربها فاش اف دو اكس وغناخد اكس ايكال فين كاين العالم هذا واحد هذا راه هو بي علاش حيت هذه اللي غنضربها بحال اللي غنضربو في صفر هذه اللي غنضربو في زيرو غتمشي لزيرو هذه اللي غنضربو في زيرو غتمشي لزيرو هذه اللي غنضربو في اكس موان زان غتمشي اكس موان زان مع اكس موان زان غتبقى بي اش كتساوي هذا حيدو لينا حيت كنضرب هنا وهنا كنضرب هنا وهنا فاش غنضرب هنا وهنا في اكس موان زان دونك غتمشي اكس موان زان مع اكس موان زان واحد على اكس عامل لي اكس اش موان دو افيك اكس ايكال اش ايكال ان في كتعادل هادي في واحد دونك كنضرب كلشي في اكس موان زان وكناخد اكس ايكال ان دونك واحد واحد نقص منو جوج هي اش ناقص واحد مع الواحد هي ناقص واحد سو كي امبليك ان بي كتساوي موان موان زان بقات لينا اخر وحده شكون هي هي اش هي سي نفس الطريقه دونك تقدر تجي تقول ديريكت سي تساوي ماشي سي الا بغينا سي اش غنديرو غنضربو كلشي ماشي الا بغيتي سي بغيتي تعزل على شحال ديال اكس موان زان غنضرب في كلشي في اكس موان دو وغتاخد اكس ايكال اش فين كنعادل دو دونك هي اكس موان دو مضروبه في اف دو دو اكس افيك اكس كامله كتساوي اش دو دونك ملي غنضرب كلشي هنا في اكس موان دو غتمشي هادي الطرف الاول غتمشي اكس موان دو مع اكس موان دو اش غتبقى ليا واحد على اكس عامل من اكس موان زان افيك اكس ايكال دو ياك ولا لا تساوي راه الطبيعي بحال هذا غنمشيو هادي غنضربها في الزيرو مشات هادي غنضربها في الزيرو مشات اكس موان دو ملي غنضربها في اكس موان دو غتبقى لينا غتبقى لينا سي دونك هاي هي سي دونك واحد جوج ناقص واحد هي اش هي جوج دونك هي واحد على جوج راه هادي فراكسيون راسيونيل راه بحال انا تنشرح بطريقه بسيطه راه كاين واحد الطريقه ديال بي بريم بي على كي بريم كاين ممكن بزاف ديال لي ميثود هذاك الشيء كيبقى ديال لاجيرا حنا تنقلبوا على ابسط طريقه في لي زيكزام ديال لاناليز دو تيعطوني دي فراكسيون لي بصاط الحلقه لي خاصني نجيب ليهم لي كونستون ديالهم دونك اش كتساوي يعني كونكليزيون كامله نقدر نقال باش ما ننساش هاهي غنعاود هنا دونك اش كيساوي هي الكتابه هي اللي باغيين منها هما شنو لقينا لقينا هذه لي طاب الثالثه اللي كان كيقول لي الرابعه اللي كان كيقول لي شي واحد اللي ما بانش لي ديتيرميناسيون ديال لي كونستونت هي دونك اهم حاجه هي كيفاش غتجيب هاد لي كونستونت دونك اش كيساوي غتعاود تكتب هنا وتحط ا قدامو شحال واحد على جوج وبي شحال موان زان وسي شحال لقيناه ان دو كاينه واحد الطريقه ما نهضرش عليها دابا تقدر تاكد كنديروها في لي زيكزام كنضربو في اكس وكنحسبو ليميت بليس لانفيني وتتاكد واش هادشي اللي درتي صح ولا لا باقي الوقت شحال ديال الشويه ونديرو خليني نديرو هادو غادي نعطيكم دي هذا كتبوا هادشي وغندوزو ليكزامبل الثاني
دونك قبل ما نمسحو غندورو ليهم. قال لك شي واحد بغى يصور الجهه الاخرى اللي قبل. دونك دور دور خلينا نسجل. ها هي هذه اللي كانت قبل صور سكرينين. هشام واش غدير انتغرال بشونجمون دو فاريابل؟ وراه خصنا نديرو لي لي فراكسيون راسيونيل عاد ندخلو لي شونجمون دو فاريابل. L'étape 4 est la détermination. La détermination des constantes. Qui va je dire les constantes. Et allons-y un petit autre. Chacun le touche. L'achdou m'aïe. C'est une forme. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose. Quand j'ai fait quelque chose, donc, quand j'ai fait quelque chose, هي اللي قلت لكم في الكور هذه كتسمى لا فورم ان، يعني بحال سميتها واحد يعني هذا الشكل، وهذا تا هو اس واحد، دونك الشكل الاول، هذا الشكل الاول، دونك هذو كلهم ملي غتبدا دير لهم الانتيغرال هي الالم الالم الالم، حيت الديريفي ديال هذا هو واحد، الديريفي ديال هذا هو واحد، الديريفي ديال هذا هو واحد، دونك هذه كنسميوها لا فورم الاولى، اما غير بانوا لي فورم الاخرين، نعاود نعطيكم مثال اخر، نديرو مثال صعيب شويه دابا، ماشي صعيب وانما عادي. دونك 2 راه كاين اللي قاري هادشي في الاف 1 بلا الجبر وفاهمو مزيان ماشي مشكل. دونك انا راه فاهمو ولكن خاصني نشرحو للناس باش كلشي نخدمو بطاقه. حنا الهدف ديالنا هو نجربو معنا اكبر عدد ممكن. دونك المثال الثاني واحد الفراكسيون اف كتساوي اكس على اكس موانز ان او كاري اكس او كاري بلس 1. دونك هاد الفراكسيون بغينا نديرو ليها لا ديكومبوزيسيون اون ايليمون سامبل. الهدف ديالي انايا شناهو؟ راه هو نشدو ندير الانتيغرال ديالو، هذا هو الهدف من هاد الحصة. غير هو باش ندير الانتيغرال خاصني ندير لا ديكومبوزيسيون. غنبانو بحال هكا نحضرو لي ديني كنديرو بجوج دقة. دونك هادشي علاش نشرحو بعدا لا ديكومبوزيسيون وهاديك الساعة ملي ندوزو الانتيغرال غاتجيكم القضية ساهلة. ما نبقاوش حنا عندنا كاين اللي عندو مشكلة مع ديكومبوزيسيون عندو مشكلة مع الانتيغرال غيكونو. دونك هادي بغينا نديروها ديكومبوزيسيون اون ايليمون سامبل. دونك ان شاء الله تشوف دابا داكشي شفويه لي زيتاب غنقولو لنا شفويه. دونك دوغري ديال البص شحال؟ واحد. دوغري ديال المقام شحال؟ جوج وجوج اربعه. دونك لا بارتي اونتيير ايكال شحال؟ زيرو. مزيان. ليطاب الثانيه كنمشيو نقلبو ما داخل الاقواس، ما داخل الاقواس هنا حدوديه من الدرجه الاولى ساماش مزيان، ولكن هنايا حدوديه من الدرجه الثانيه، وحدوديه من الدرجه الثانيه هذه القضيه كيفاش دير؟ القضية راه سالب. دوك راه معملة ما نقدروش نزيدو نعملو. متفقين ولا لا؟ دوك ليطاب الثانية اللي هي واش بصح هادي معملة في ار معملة، علاش؟ حيت هادي حدودية من الدرجة الثانية دابا ديال السالب. ليطاب الثالثة لاحظ خسر واحد دوك لي تخوازيطا. ليطاب الثالثة هي علاش؟ هي لا ديكومبوزيسيون. هادي عندها اوكاري حدودية من الدرجة الأولى وما كتبقاش تشوف في المصدر. دوك حدودية من الدرجة الثانية اوكاري. دوك شحال نمشيو نديرو؟ هي ا سيغ اكس موانز ان بلس ب سور اكس موانز ا وغنصبو حتى علاش حتى او كار. متفقين؟ دونك كتبقى غادي توصل او كار بلس. دابا هادي اللي دايرنا ديالها سالب والاس ديالها واحد، هادي حدودية من الدرجة الثانية دايرنا ديالها سالب. دونك كنحطو فوق منا ا اكس بلس ب، دونك الثانية كنحطو فوق منا الأول، ولكن بما أنه ا وداك ب سميتو دونك غنديرو سي اكس بلس ب سور اكس او كار بلس ا. متفقين؟ دونك ها هي علاش درنا هنا سي اكس بلس دي حيت حدوديه من الدرجه الثانيه ديال القضيه سالب. لاحظوا هنايا خرجوا لي الاشكال اللي قلت. ملي كتكون حدوديه من الدرجه الاولى اس واحد كنقولوا الشكل الاول، ملي كيكون كيخالف واحد كنسميها الشكل الثاني، وهذه اللي فيها ضيق اسالب اس واحد كتسمى الشكل الثالث، اس هذا كتسمى الشكل هذا. دونك هذا راه النيفو ديال الاكزامان، يعني مثلا اس ام بي سي الناس اللي نيفو مويه راه غادي يقول لك كالكولي اش هاد الانتيغرال ولا كالكولي البريميتيف ديال هاد الفراكس. دونك اشنو غنمشيو نديرو دابا؟ هنا كاينه مشكله، هنا ركزوا معايا. شوف هادي ا لابويسونس اش ا لابويسونس 2. ملي كتكون شي حاجه ا لابويسونس 2 كتمشي ديريكت للكونستانت اس 2 هذا لي في اس 2 هذا ما بقيتيش غتقدر تلقاه. كنعاود نتاكد كون كانت اس 3
علاش نمشي لاس 3 هو اللي غتبقى بهذيك الطريقه اللي وريتكم ديال الضرب. هذا ملي كيكون عندنا اس 3 اس 4 اس اكبر اس هو اللي كنمشي للكونستانت ديالو. دونك هذا ما غاتمكنش تلقاه، انا غنشرح لكم علاش. وهنا نقدر كاين واحد الطريقه اللي غنلقى بها السي والدي على فوق. نعاود ناكد دابا هذه غنديروا لي بحال ما قلت والو. الناس اللي كيقراو لاجيبر مزيان راه هذه تقدر دير لي قطاع لاجيبر، راه هذه تقدر تلقى لي كونستانت كاملين بواحد لا ميثود اللي كتسمى لا ديفيزيون سويفون لي بويسونس كرواسون. اون بوز اي هو هذا، وغنديروا لا ديكومبوزيسيون ديال هذا على هذا على الوتر هذه موانز هذا اونتخ بارونتيز. ما ديرواش نتوما اللي فاهم مزيان يقدر يفكر انه يلقى كله، ولكن حنا كاينه طرق اخرى ساهله ماشي الهدف ديالنا هو نقراو لاجيبر. على هذاك الشيء علاش غنشرح طريقه واحده بسيطه باش ما يبداش يقول لي شي واحد ورا نديرو ليه هذا الميثود نديرو اللي بغا يدير اي ميثود اخرى غادي يديرها. انا كنهضر بالميثود ديال اي واحد يقدر يخدم بها. دونك شنو قلنا؟ هذا البي هو اللي غادي يلقاو اكبر اس هو اللي غادي يلقاو متفقين. وهذه ملي كتكون دالتا سالب ملي كتكون حدوديه دالتا ديالها سالب هذا ياك دالتا سالب. شكون يقول لي فين كانت العادم هذه؟ فكروا فين كانت العادم هذه معروفه بلا ما تحسب لها دالتا. كانت العادم في اي و اي بار اللي هو موان اي ياك ولا. دونك راه نقدر نلقى كاين واحد الطريقه كنلقى بها السي و دي على فوق اكونديسيون خاص هاد الراسين هذا اي و واخا نخرج للسي. كاين شي واحد غادي يقول لي عاوتاني وباش تلقى هادو غاتمشي للسي ولا شي حاجه. لا هادو راه هاد الكتابه هي دون اي. طيب صافي كيفاش غتلقى السي و دي ديال اي طريقه بغيتي شغلك هذا؟ المهم نلقى لي ا و بي السي و دي. دونك ملي كتكون الحدوديه من الدرجه الثانيه دالتا ديال السي وعندك راسين صغير بحال اي ولا موان اي ولا جوج اي ولا جوج يعني ما كتكونش في لا بارتي غير نقدر نلقى السي و دي من الطريقه زعما نلقاو بها السي و دي على فوق. واش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا ا ديما. دابا كون كانت اس 3 تخيل معايا كاين اس 3 هنا راه غتلقى الاس 3 يعني غيولي هذا وهذا ان كوري وشكون هو اكبر اس هو اللي غيمكن لك تلقاه ياك متفقين. دونك دابا كيفاش غنلقاو بي؟ هذيك قلنا ما يمكنش تلقاها غنتوما غاتعرفوا علاش. دابا غنمشيو نلقاو بي. دونك الا بغينا بي شنو غنضربو؟ غنضربو في المقام ديالو. دونك بي تساوي نضربو في اكس هاهي اف دو اكس غنضربوها فاش؟ اكس موان زان او كاري هاهي افيك اكس كتساوي شحال في كتعادل هادي واحد. دونك ملي غنضربو هنايا وهنايا لي دو غنضربوهم في اكس موان زان او كاري. ملي غنضربو هنا اكس موان زان او كاري غنمشي اكس موان زان مع اكس موان زان او كاري اش غيبقى ليا؟ اكس على اكس او كاري بلوس ان افيك اكس كتساوي واحد. دابا شوف معايا كون بغيتي دير هاد العمليه هنايا ملي غنضرب هنا في اكس موان زان وهنا في اكس موان زان غتمشي اكس موان زان مع او كاري غتبقى لك اكس موان زان. دونك ملي غتعوض بواحد غيوقع عندك زيرو في المقام وغتخرج لك لانفيني ميمكنش. عرفتوا علاش اكبر اس؟ غنشوف الا درتي اكس موان زان ملي غتضرب هنا في اكس موان زان غتمشي اكس هادي مع هادي وغيبقى لك اكس موان زان. ملي غتعوض بواحد غيولي عندك زيرو في المقام. دونك هي لانفيني ولا فورم انديتيرميني. دونك ما تقدرش تلقى هذا كتمشي اكبر اس. لاحظ ما بقاش عندك الزيرو في المقام باش يتقاني لي الزيرو. عوضوا لينا بواحد شحال كتساوي هنايا؟ كتساوي ان دو. هنا ملي غتضرب في اكس موان زان كاري زيرو هنا زيرو غتبقى هي بي. هي بي دونك بي كتساوي ان دو. غنمشيو غنوريكم كيفاش غنلقاو السي والدي في دقه. عقلوا عليها ديما ملي تكون دالتا سيري عندك الحق تخدم هذه ما ديرهاش غير اذا كانت الغاسين مخرقه صعيب غتخرج شويه طويله في الحساب. دونك شنو معايا؟ بغينا هذا السي والدي غنشد الفراكسيون كامله وغنضربها في نفس القضيه. دونك اش غنمشي ندير؟ غنشدو اف دو اكس وغنضربوها في اكس او كاري بلس ان افيك اكس ايكالا اي فين كان العدم هذيك؟ في اي غناخد اكس ايكالا اش ايكالا اي متفقين معايا ولا لا؟ دونك شنو غندير؟ كنضربها في هادو كناخد واخا نبان لك انا خدام السي هادي غير تقنيه باش كنلقى هاد لي دو كونستونس سي و دي اللي هي الحدوديه من الدرجه الثانيه دالتا سي لاحظ انه غنخرجو بزاف. دونك شنو قلنا؟ ملي غنضربو هنا في اكس او كاري بلس ان غتمشي اكس او كاري بلس ان مع اكس او كاري بلس ان اش غيبقى ليا هنا؟ اكس على اكس موان زان او كاري افيك اكس ايكالا اي مشات هاديك اكس او كاري بلس ان مع اكس او كاري بلس ان. دونك هذا كله ملي غنضربو في اكس او كاري ملي غنضربو في الزيرو اكس او كاري بلس ان غناخدو اكس ايكالا اي هذا بحال اش؟ بحال ضربنا في الزيرو مشى اش غتبقى ليا؟ هذا ملي غنضربو في اكس او كاري بلس ان غنمشي اكس او كاري بلس ان دونك غتبقى ليا سي اكس بلس دي
avec x égale à h égale à 1. كنعرف بغينا هذا السي او دي غتلقى على فوق زوينه هذه على دونك x او كاري بلس 1 غنضرب كل شيء في x او كاري بلس 1 ملي غنضرب هنا في x او كاري بلس 1 ماشي x او كاري بلس 1 غتلقى هنا x على x موانز 1 او كاري ياك افيك x هو اي دابا هذه ملي غنضربها في x او كاري بلس 1 ما تنساش ديما كناخذ في كاين عدد هذه غنضربها في الزيرو مشات الزيرو هذه غنضربها فاش الزيرو شاف هذه غتختزل x او كاري مع x او كاري بلس 1 غتبقى لي سي اكس بلس دي سي اكس بلس دي افيك x ايكالا ايكالا اي دابا هنا شنو هو ملي غنعوض اي غيولي عدد عقدي وهذا ملي غنعوض اي غيولي اش غيولي عدد عقدي شنو هو عدد عقدي كيساوي عدد عقدي كيعني لا بارتي غير كتساوي لا بارتي غير ولا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير ولكن خاصني نكتبو على اش على الشكل الجبري دونك خاصني هذا وهذا تكتبو على الشكل الجبري دونك يو كافي شنو غيولي عندي هنا هذا ملي غنعوض اي شنو اللي عندنا اي على اي موانز او كاري يلا شكون يقول لي هذه معروفه متطابقه هاد ما غير ان شاء الله اولا ديريكت هذه هي موان 2 دوز ولا نشرها ولا كل واحد والطريقه ديالو دونك شنو غادي على اي شنو غيمشي ليا هنا غتمشي ليا هذه مع هذه شتبقى ليا موان 1 دون راه موان 1 دوني بحال زائد 0 فوا اي ياك ولا اش كتساوي هنايا سي اش اكس غنعوضو باي بلس دي ياك ولا دونك سو كي امبليك انه اش انه شكون هو اللي مضروب في اي سي دونك سي كتساوي زيرو ودي كتساوي موان زان موان زان دو دونك شحال لقيتي من كونستونت دابا لقيتي تاني في ثلاثة ها هما لقيناهم في دقة دونك زوينة هادي ولا لا كتلقى بها لي دو كونستونت ارافو وها هو بي شكون يبقى خاصني بقى خاصني اش بقى خاصني ا دونك الا بقى خاصني ا شنو نمشي ندير غنقدر كاينين جوج طرق يا اما نضرب كلشي هادي معروفة تانية باش نلقى دونك واضحة هادي ياك دونك ضرب كلشي في اكس كلشي هادشي غادي تضرب في اكس وحسب ليميت بليس انفيني هادي كاين اللي كيكون عارفة التقنية اولا خذ غير شي قيمة اسهل قيمة هي بوغ اكس ايكالا زيرو دونك الا درنا اكس ايكالا زيرو نديرو الشقاق باش نلقاو لا حيت الا درتي الشقاق غيبقى عندك في المقام هاديك ديال الشقاق كديرها الا كان بول سامبل الا كان معندوش اوكاري ديالو دونك اللي قال لي دابا ندير الشقاق لا الشقاق كديرو ملي تيكون بول سامبل يعني اس واحد ما عندوش اوكاري ديالو هذيك فالابل سولمون الا كان ما عندوش اوكاري ديالو دونك هنا لا باش تلقى ا عوض بشي قيمه دابا بقى عندك مجهول واحد مجهول واحد اعطيه اي قيمه الاكس وغادي وغادي تلقى متفقين ولا لا دونك بوغ اكس انا غنحاول نديبلاسي هاد السي ودي هنايا باش يبقى لي ليسباس في القطع باش ما ندوزوش للطابلو الاخر دونك ها هي اللي قلنا سي كتساوي زيرو و دي كتساوي موان زان دو دونك هاهما وغنخدم هنايا باش بلا ما ندوزو للطابلو الاخر نخدمو هنا ا دونك الا بغينا ا باش نلقاو ا غنديرو اف دو دو زيرو بوغ اكس ايكال زيرو الا عوضنا بزيرو شنو غيخرج لينا عوضو هنا بزيرو زيرو على اي حاجه هي زيرو دونك ها هي زيرو شنو تساوي زيرو هنا هي موان ا زيرو هنايا وناقص واحد او كاري اللي هي واحد بلس بي زيرو هنايا زيرو بلس بي دونك ا مو ا لقيتي ايكواسيون زوينه مو ا بلس بي بلس دي ايكال زيرو سو كي امبليك ان شكون هو اللي بغينا ا راه هو بي بلس بلس دي ياك ولا لا ا هو بي بلس دي بي شحال ان دومي بلس ان دومي موان ان دومي عفوا هي زيرو وها هو ا طاروين يعني مشى لنا للزيرو لقيت لي 4 كونستونت جربوا معايا الا ضربتي في اكس حسبتي ليميت في بليس لانفيني الا ضربنا هذه كلها شوف هذه كلها ضربوها معايا في اكس دابا بحال زاد التمرين انا نعطيكم واحد التقنيه اللي بغا ياخذها راه زوينه كتفيدك ديما اللي كنسميها انا الفكره كدير له حل فين ما تحل ضرب في اكس وحسب ليميت في بليس لانفيني وغتخرج لك ايكواسيون زوينه دابا هي نديرو بالخطا ضربوا معايا كلشي في اكس وحسبوا ليميت في بليس لانفيني وغتخرج لينا معادله اللي زوينه غنتاكدوا بها واش هادشي صحيح ولا لا الا ضربنا هذه في اكس اش غنولي او كاري ضربنا هنا في اكس ها هي ضربنا هنا في اكس ضربنا هنا في اكس غتولي او كاري فوا اكس ياك ولا لا اكبر درجه اكبر درجه ملي غنحسبوا لا ليميت ديما لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني ديال اكس فوا اف دو دو اكس هذه مهمه ديما كتعطي ايكواسيون صفر
دونك غنستخدمها باش نتاكد واش هادشي عندي صحيح ولا لا. دونك اكس فوا اف دو اكس هادي دوغري جوج على الدوغري 4 ديال الجذريه اكبر درجه على اكبر درجه. دونك الدرجه الثانيه على الدرجه الرابعه غتعطيني صفر حيت كنحسبوا لا ليميت بليس سيرفي الدرجه الاولى على الدرجه الاولى اكبر درجه على اكبر درجه تعطيني بليس اكبر درجه واحد او اكبر درجه هنا هي اكس كاري واحد على جوج الدرجه الاولى على الدرجه الثانيه صفر بليس اكبر درجه هنا هي او كاري اكبر درجه هنا او كاري دونك بليس سي. دونك ا بليس سي شنو العدد اللي عطاني كنقدر نلقى بها A plus C égal à H égal à 0. تأكدوا معايا واش بصح A plus C égal à 0 بصح علاش؟ حيت A كيساوي 0 و C égal à 0. دونك هاد هادي سوا كنخدم بها باش نتأكد نضرب كلشي في X وحسب ليميت بليس سافي علاش؟ حيت غادي محقق حيت الدوغري ديال الوسط ديما غيكون صغار من المقهى ملي غنضرب في X غيولي تقريبا بحال بحال ولا أقل من عاوتاني. دونك ها هي كان ممكن نقول أن A هو موان C بما أن C 0 راه A égal à 0. أنا تأكدت دابا أنه عندي كلشي صحيح شافخي ولا لا. دونك دابا نسحوا لينا هادشي اللي قلت هنايا غادي نضربها في اكس وهادشي وعوضوا لينا غتعاود تكتب اخر وغتعوض اشحال لينا اشحال قيمة ا ايكالا 0 بي ايكالا اش ايكالا فين هي بي 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 1 2 بي راه هي واحد على جوج سي هي اش 0 و دي هي شحال هي موان 2. دونك غتعاود تكتبها وهادي هي لا ديكومبوزيسيون وغندوزو لي زانتيغرال من بعد نعطيكم امثله اخرى. دونك قال لك دونك دابا غنبداو الدرس ديالنا ديال لاناليز اللي دابا حيت درنا ديكومبوزيسيون عطيناكم غابيل على ديكومبوزيسيون اللي بغا يسكرين يسكرين. وردوا معايا بال هذه قلنا اين فورم الاولانيه هذه لا فورم الثانيه هذه لا فورم الثالثه. دونك هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غنحسبوا لي زانتيغرال ديالهم كاملين. ندوزو على السكريني وهادي انس لي زانتيغرال تاع لانفيني دوك كيتسماو لي زانتيغرال جينيراليز. دونك غادي ندوزو لي زانتيغرال مسح هاد ياك دونك دابا من بعد خلصنا ديكومبوزيسيون يلاه تشوفوا معايا غنوريكم دابا كيفاش غنحسبوا لي زانتيغرال. دونك قلنا الى عطاونا واحد لا فراكسيون راسيونيل وقال لنا ديروا لانتيغراسيون ديالها دونك لا ديكومبوزيسيون ديالها شنو كيعطينا؟ درنا واحد الرابيل باش نحاولوا نجرو معنا كلشي. لا ديكومبوزيسيون ديالها كيعطيني ربعه ديال لي فورم شكون هما؟ يا اما غيخرج لي هاد لا فورم هذا ا سور اكس موان ا هنا هذاك العدد ما غيأثرش في الانتيغرال غنسميه واحد ياك اولا غيخرج لينا واحد على x موان ا اوس ان افيك ان ديفيرون دو 1 يعني عدد صاحب طبيعي اكبر من واحد. يا اما غادي يخرج لينا ا اكس بلس بي سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي ياك ولا لا. دونك هادو هما يعني ملي غنبغي نحسب الانتيغرال سوا غنحسب الانتيغرال ديال هادي سوا غادي يكون عندي هاد الانتيغرال ديال دي دو اكس هذا سوا غيكون عندنا هاد الانتيغرال وكاين واحد لافورم رابعه هذا غنسميوه لافورم ان هذا غنسميوه لافورم دو هذا غنسميوه لافورم ثالثه ا كونديسيون ردوا البال بزاف كي غنو فيه دلتا ديالها سالي الا كان دلتا موجب خاصك تشد هاد الفراكسيون ماشي مديكومبوزي. دونك دلتا ديالها اش سالي يعني من بعد ما لا ديكومبوزيسيون كنلقاو هاد لي تخوا وعاد كاين لا فورم الرابعه شناهي هي اصعب وحده هي الانتيغرال ديال اش ديال ا اكس بلس بي على اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي اوس اش اوس ان افيك ان حتى هي كيفاش داير داك ان راه ديفيرون دو دو ان دي دو اكس. دونك هذه هي لا فورم الرابعه.
دونك ملي غنعطي الفراكسيون راسيونيل غنقول لك حسب ليا البريميتيف ديالها غدير لها لا ديكومبوزيسيون سواء غيخرج لك هذا الشكل سواء هذا الشكل سواء هذا الشكل سواء هذا او لا ميلونج كامل يقدر يكون فيه هذا مع هذا هذا مع هذا دونك هادو هما لي زانتيغرال لي كاتر انتيغرال اللي خاصك تعرف دونك غادي نبداو بالانتيغرال اليوناني دونك الانتيغرال اليوناني شنو ساهل بزاف هو الانتيغرال ديال دير لو اكس سور اكس موان هادي ديريكتومون هي اون بريم على اون اللي هي الان ديال لا فالور ابسولي ديال اكس موان ا بلس بلس كونستانت ياك ولا لا هذا هو لا فورم الاولاني دونك لا فورم الثانيه ساهله تاني l'intégrale de d de x sur x moins a plus n avec n qui est égal à 1 est h هي الانتغرال تقدر تطلع على الفوق دونك غتولي هي x moins a plus h x moins a plus moins n fois d de x ياك ولا لا شنو هي لا ديريفي ديال هذا اللي لداخل دونك بحال هنا شنو خرجت لينا خرج لينا الانتغرال ديال h الانتغرال ديال u بريم fois u r ياك ولا لا اللي هو واحد على r plus 1 fois u راكم عارفين ديال البويسونس هذا الحمار ما كيبانش دونك شنو هو غيكون عندنا هنا هو 1 sur moins n plus 1 نضرب في h في x moins a plus moins n plus 1 ياك ولا بلوس كونستانت هادو ساهلين هادي لا فورم لا فورم الثانية دونك لا فورم الأولى لا فورم الثانية ساهلة أبارتير من هذيك لا فورم الثالثة اللي كيكون فيها دابا ساهل هي اللي اش هي اللي كيكون فيها الخدمة دونك هادشي تفهم معايا خصك تكون حافظ هادشي اللي غندوي تبقى عاقل عليه لي باي سكرين هادي يا خدمة هادي الفورم الأولانية الفاهمة فين غنلقاو المشكلة في لا فورم الثالثة ولا فورم الرابعة دونك لا فورم تشالج اللي هي اش هي الانتغرال ديال ا اكس بلس بي سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي فوا د دو اكس هادي ديما كتكون في زيك زيرسيس معروفه هادي اللي فيها اللي فيها شويه ديال الخدمه افيك ا هاد ا و بي و كي هادو كيكونوا اعداد الا فهمتي معايا الطريقه العامه راه فيما نعطيك ا و بي و سي هادوك كونستانت غتخدم راس يعني بحال انا نشرحها لك اون جينيرال دونك اول مرحله ايطاب الاولى هذا الكور خصك تكون حافظ هادشي ضروري اي وحده تحط لك هذه ما عندكش حق تغلط فيهم علاش حيت عندنا في الكور واجدي دونك شنو هي ليطاب الاولى هاد ا اكس بلس بي خصني نكتبو بلاش البسط اللي هو اش ا اكس بلس بي خاصو يتكتب دلاله لا ديريفي ديال المقام ما نساوش دلتا سالب عندك شي واحد شي نهار يكون داير دلتا هنايا دلتا لا دلتا موجب يعني راه من ديكومبوزي اصلا ما قريتيش لي فراكسيون راسيونيل سي اف ديكومبوزي عاد تيكون دلتا سالب عاد دير هادشي اللي كنقول دابا ا اكس بلس بي شنو هي لا ديريفي ديال اش ديال هذا شنو هي هي 2x بلس بي اه ولا لا دونك خاص البسط عقل اول ايطاب اشنو هي خاص البسط هذا البسط نكتبو بدلاله لا ديريفي ديال اش لا ديريفي ديال المقام البسط خاص يكون مكتوب دلاله لا ديريفي ديال المقام شنو غيكون عندنا هنا دونك هنا هذا يساوي هذا دونك خصني نحيد هاد الجوج هاي مبغيتهاش تبقى نضرب في اكس وغنضرب في ا باش ترجع لينا هاد ا هادي في هادي شنو هي ماشي جوج مع جوج هي ا اكس هنا خاصني واحد بي غنزيدو هنا في لي زيكزيرسيس غيكونوا اعداد غتجي ساهل اكثر وخاصني نقص هذه ملي غنضرب هذه في هذه خاصني نقص ناقص اش ناقص بي فوا ا سور 2 دونك الا شديت هذه نشرتها غنلقى اوتوماتيكو هي دونك ردوا معايا البلد اول هذه اهم حاجه في هادشي كامل دونك شنو قلنا هذا خصو يتكتب دلاله لا ديريفي ديال هذه بريما لا ديريفي ديال كتلقى هذه متعرفين هاد الانتيغرال بحال مثلا غنسمي اي باش تبقى ميتري ديال الكور واخا ما فيهش لي بون هو بريميتيف حنا نقولو اي هاديك الانتيغرال كامل تخيل في لي بون دونك شنو غيكون عندنا هذا المرحله الاولى عقل كنبقى نعاود داكشي خمسه د المرات باش تدخل داكشي لراسك وتبقى عاقل هذا خاصني نكتبو دلاله لا ديريفي ديال هذا ملي غنهز هادي وغنحطها في البسط غيتبارطاجي لي عارفين الانتيغرال كيتفرق يعني هادي زائد هادي غنبارطاجي دوز انتيغرال دونك شكرا معاك دونك ايش غيكون لي كيساوي ايش كيساوي هادي ا اكس بلس غنحطها هي هادي
هي الانتجرال ديالاش ديال A سور 2 عامل لي 2x بلس B نتا من بعد غنجمع لي سريع هذا راه عدد في فيزيك ديال ستة اعداد بلس B موان B فوا A سور 2 كاين واحد فيزيك هنايا على x او كاري بلس BX بلس Q نتا فين ولا لا دابا ها هي A سور B A سور B وهادي اش سي مثلا سور دي هادي على هادي زائد هادي على هادي هذا عدد اللي يخرج من الانتجرال دونك اي تساوي هاد العدد A سور 2 أو خارج على بعض A سور 2 نفرقوا عليه الانتجرال هادي شناهي هي جوج X بلس B سور X أو كاري بلس BX بلس Q فوا دي دو X هادي على هادي زائد هادي على هادي هذا واش عدد ولا لا هذا تا هو راه واحد العدد راه في ليكزارسيس غنكونو عارفين شحال ولكن حنا بغينا نخدمو بمانيير جينيرال يعني إلا فهمتي هادشي اللي نقول أي ليكزارسيس غتجاوب هذا راه واحد العدد كونستونت يخرج برا تاو دونك زائد شغيولي عندي هنا زائد بي موان بي فوا أ سور دو مضروبة في لانتيغرال ديالاش ديال دي دو إكس ديالاش ديال إكس أو كاري بلس بي إكس فوق لاحظوا اشنو درت بارطاجيتو اون دو انتيغرال وعقل بلي هاد لي قبل ولا شنو كتبارطاجي هاد الانتيغرال اي اون دو انتيغرال ها الانتيغرال الاول ها الانتيغرال الثاني دونك اتش كي سيرو هاي شوف لا شو وصلنا انه هو ا سيو 2 فوا واحد الانتيغرال غنسميو اي ا بلس بي موان بي فوا ا سيو 2 فوا واحد الانتيغرال الثاني اللي هو اي 2 هذه هي المرحله الاولى تعقل ولا لا دونك نشدو الانتيغرال ديالنا و اس و كنبارطاجيو اون دو انتيغرال ها ما جوج اي ان هذا راه محسوب ديجا تلقى واجب دونك غادي نمشي بحال هكا ملي يعطوك شوف ملي يعطيك شي اكزامون ولا شي اكزرسيس بحال هذا غدير نفس الطريقه اللي كندير انا غتحفظها بحال شي اغنيه هذا واحد اغنيه وغتبدا تغني فيها كتمشي لاتاب الاولى هذا خصو يتكتب دابا لي ديال هذا غنفرقهم بين لي دوزان غير هو انت انا غنخدم دابا في التمارين غتكون خدام هنا الاعداد الا فهمتي انت اللي نقول دابا اي اكزرسيس غيتحط لك غير جوج دونك غادي نفرقهم وغنوصل لهاد النتيجه انت غيكون عندك مثلا 3 على 2 وانا شي جاده 3 ولا شي حاجه متعرفين ما درتش والو ولا شنو درت هذا كتبت هذا بدلالة لا ديريفي ديال هذا دونك ا اكس بلس بي اللي هي اش هاي هنا تختزل جوج مع جوج هي عاد ا خاصني ا ها هو ا هاد جوج تحيد هي ا سور 2 هاد بي ها هو زدناه وغنقص هادي ملي غنضرب هادي في هادي غتولي ا سور 2 بلس بي دونك الا نشرت هادي اوتوماتيكمون غنلقى هادي غنهز هذا غنحطو هنايا ها هو زيتو وحطيتو وغنفرق هو هذا على هذا زائد هذا على هذا اللي هي A سور 2 لانتيغرال هما زائد هذا عدد او خرجنا برا هذا غنسميو اي ان وهذا غنسميو اي دو مهمه هذه ودابا غتفرقهم باش ما تدوخش تفرقهم كل واحد بوحدو دونك بوغ اي ان دونك المرحله الثانيه ليتاب 2 غنحسب اي ان المرحله الثانيه غنحسب اي ان وغنحسب اي دو بوغ اي ان اي ان ديجا غتلقاه محسوب غراتو هو الانتيغرال ديال اش ديال 2 اكس بلس بي على اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي فوا اش فوا دي دو اكس شوفوا معايا واش هادي ماشي هي اي بريم على اي تساوي بحال بغيتي تقول الانتيغرال ديال اي بريم على اي هانت ديريفي هادي جوج اكس بلس هادي شنو ديريفي ديال بي وهادي صغيرة انت اصلا هاد العملية الهدف منا هو هذا توصل لهادي اكس دونك هادي شناهي جوج اكس بلس بي هاهي اي بريم على وشناهي اي بريم على اي هي الالان ياك ولا لا دونك هي الالان دو يعني هي الالان ديال هذا اللي كيكون هنايا اكس او كاري بلس اكس بي اكس عفوا اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي علاش هاد الاقواس ما دارتش القيمه المطلقه حيت هادي راه الدلتا ديال السالب عندها الاشاره ديال ا على ار كامله ار هو واحد دوك راه موجبه على ار بلس كونستانت حتى الاخر نزيدو كونستانت ساهل ولا لا هاد الاي ا متفقين دونك عقلوا لي على هاد
بارطاجي اغنيه مشيت في الاخر شد البروفيسور تعاود شي قلت كامل تلاحظ انه غيجيك ساهل شد هذا بارطاجي اونز انتغرال اي ان محسوب و اي دو حتى هو بسيط دونك بوغ اي دو خاصني نمشي غنديرو في السبور كامل بوحدي دونك عقلو هاد لي كورس دابا شنو غندير الناس زاد نحطو هنا هو قايمه اش بقى خاصنا بقى خاصنا اي دو تعرفين سكرين الوالد باش ناخذ اي دو نخدمو عقلو هاو اي دو هو الانتغرال ديال دي دو اكس على اكس او كاري بلس بي اكس بلس كيو هادي كيو خدو هذا باش نمشيو ندوز سكرين الوالد باش عبد الفتاح قال لي برافو بروف ولينا دابا العكس دابا البروف خاصو هو اللي يدير التقييم ولي نتوما اللي كديروا ليا التقييم كنشكروك على هذا برافو ياك غادي معايا مزيان دابا اش غنديروا غنمشيو نحسبوا غنحسبوا اي دو سوزان ممكن تعاود الاولى دونك ساهله هانت باش نحسبوا هاد الانتغرال قلنا هاي اش كندير هذه ا اكس بلس بي غنكتبها بدلاله لا ديريفي ديالها شنو هي لا ديريفي ديالها 2 اكس بلس بي ياك ولا لا تضرب ا سور 2 غادي تعاودها بواحد بشويه عليك هذه شنو خاصنا ندير هذا النص يتكتب بدلاله لا ديريفي ديال الناقه غتلقى انه خاص تضرب هنا في ا سور 2 وتزيد عليها هنا بلس بي دونك عاود هذا كتهز هذه كتحطها هنايا كتفرقوا ملي تتحطها هنا تيتفرق هاد الاعداد كيخرجوا برا كتفرقوا لدوز انتغرال واحد نسميو اي 1 واحد نسميو اي 2 دونك اي 1 راه هو الالان و اي 2 هو اللي غنحسبو دابا دونك سكريني وهادي باش ندوزو نحسبو اي 2 دوزو الاي 2 دونك دابا لو اللي بغي سكريني سكريني كيخلو جاب دوز عاد كي دونك اللي بغي سكريني سكريني انا غنديروا المثال محمد قال لك عطينا مثال حنا نديروا ليكزيرسيس خصنا نفهموا بعدا قال لي دارين لا فالور ابسولي قلت لك راه هذيك راه حدوديه من الدرجه الثانيه دلتا ديال السالي كتكون عندها الاشاره ديال ا على ار كامله بما انه هذا ا هو واحد راه تكون موجبه دونك ما ماشي بالضروره نديروا لا فالور ابسولي اشوف شوف معايا هذا العدد هذا هاد لاكونتيتي ديال الماديرة ديال الماديرة سليمة دونك ها هو الأ ديالها العدد هذا موجب عند الإشارة ديال الأ على أ كاملة هذا راه موجب هاد العدد هذا موجب قطعا دونك ملي غنمشي للألم بلا ما ندير لافالور أبسولي غنديرها أونتخ بارونتيز صافي يلاه شوفوا معايا بغيتي دير لافالور أبسولي ما يردوش لها البال دونك شوفوا معايا هذا اي 2 تا هو راه كاين في ليكزيرسيس نعطيكم مثال ها هو غتلقاه بزاف قلب التهديد ديالك كتلقاه اكس او كاري بلس اكس بلس ا واش هذا هو هذا ولا لا يقدر يجي ديريكت يقول لك كالكولي هاد 2 دو اكس هذا دونك هاي هذا راه هي تافين ولا لا دونك هذا راه هو اولا تكون هنا 3 هنا 4 اي حاجه دونك اي حدوديه من الدرجه الثانيه ديال ديال السين ولكن فوق منها غير عدد كاين والو دونك حدوديه من الدرجه الثانيه ديال الفاصيري واحد على هذه الحدوديه غتشوفوا معايا كيفاش كنحسبوا هاد لي زانتيغرال دونك هذا حتى هو خصك تمشي معاه بنفس الطريقه
هادو كيكون خاصك تكتبوا لينا على هذا الشكل على او بريم على او كاري بليس دونك خاصو يتكتب. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، خاصنا نشدو باش ما يجيش واحد يحفظ غير انت ما طيحش على الفكره. هذا راه كول خاصك تكون عارف قبل، يعني الناس حاطين وانت خاصك تفهم. دونك غنكتبوا على هذا الشكل او بريم اللي هي دي دو اي بحال هكا، غنكتبوا على شكل دي دو اي سير او كاري بليس ان. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. هذا شناهي هذا؟ هذه هي لا ديريفي ديال لارك طونجونت. دونك هو ارك طونجونت دو اي. دونك انا ملي غتشوف عندي لانتيغرال بحال هكا، اللي قلتي لي لانتيغرال ديال اكس بليس ان سور اكس او كاري بليس اكس بليس ان دي دو اكس، غنقول لك ديريكت اوغليه شنو غنمشي ندير دابا؟ غنفرقوا لدو فانتيغرال، واحد غيعطيني الالان الشمال الاول والثاني غنلقى بحال هكا هادي، وهادي غادي نمشي نحسبها غتعطيني ارك طونجونت. دونك لانتيغرال ديال او دي دو اي سير اي او كاري بليس ان راهي الارك طونجونت. دونك علاش؟ حيت لا ديريفي ديال ارك طونجونت دو اي بريم راهي او بريم على اش اي او كاري بليس ان. يا كل الله نفس تكون عارف لارك طونجونت مسحنا. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو بغينا نصايبو على شكل، عارف بغينا نصايبو على شكل لانتيغرال ديال دي دو اي على اي او كاري بليس ان. دونك خصني نصايب او كاري، باش نصايب او كاري هنايا غنديرو بداية ديال المتطابقة هانا. شناهو غيكون عندنا؟ اكس او كاري بلوس بي اكس بلوس كي اش كتساوي؟ هي اكس بلوس اش بلوس بي سيغ دو، عارفين الشكل القانوني. دونك كتشد هذا زائد هذا على جوج او كاري بلوس هاد كي لي كتساهلنا، و تنقص هذا او كاري، هذا او كاري ناقص بي او كاري سيغ كار. جرب في البغوية انشر هادي. دونك نعاود كدير اكس بلوس هذا على جوج بليس ماشي موان، اكس بليس هذا على جوج او كاري كتزيد كي وكتنقص هذا اللي عندك هنا او كاري. جرب انشر. دونك شنو تعطينا هذه المتطابقه؟ هما اكس او كاري بلوس دو فوا هذا، دو فوا هذه هي بي اكس بلوس بي او كاري سور جوج او كاري هي 4 بلوس كي موان بي او كاري سور 4. غنمشي هذه مع هذه وغتلقاها هي نفسها. سماش دونك هادي كنديرو بداية ديال المتطابقة هاهي، راه ناقصة فيه حفاظة شوية، يعني كي تقول شي واحد ماط هداك راه تيكذب. دونك هنايا غنمشيو غنحطو هنايا. دونك اي دو كتساوي، انا صايبت شي حاجة او كاري، دونك لانتيغرال ديال اش؟ ديال دي دو اكس على اكس بلس بي سيغ دو او كاري. هادو غيكونو اعداد، راني غندير التمرين هنايا، غيكونو هادو اعداد، غتكون ساهلة القضية. كي موان بي او كاري سيغ 4، متفقين ولا لا؟ دونك شنو خاصني؟ قلنا خاصنا نصايبو على شكل دي دو اي سيغ اي او كاري بلس 1. شنو خاصني هنايا؟ خاصني يبان واحد. دونك شنو غندير؟ غنعمل بهذا كامل باش يبان ليا واحد. دونك ملي غنعمل بها هو يخرج برا واحد على كي موان بي او كاري سيغ 4 فوا لانتيغرال خرجنا على بابا حنا كاع فكينا منو ها هو شغيولي عندنا هنا دي دو اكس. هادي راه هي اكس بلوس بي سيغ دو او كاري سيغ هاديك لي قسمنا عليه هو كي موان بي او كاري سيغ 4 بلوس 1. شافين؟ دونك نعاود المرحلة الأولى كنحاولو نصايبو الأو كاري، هذا هو الهدف، هذا هو لاستيس ديال كامل. كتب لينا على شكل دي دو اي سور اي او كاري بليس ان باش تصايب شي كونتيتي او كاري. هادي غنخرج منها او كاري، كندير بداية ديال المتطابقة هاما، هذا زائد هذا على جوج اكس بليس بي سور دو او كاري بليس كي موان بي او كاري سور كا، كنهزها كنحطها هنايا. هاي دونك صايبنا او كاري، شنو كندير؟ كنعمل باش يبان ليا واحد. دونك هذا كنعملو بيه ها هو خرج برا، الا رجعتيها اختزلنا ضربت هنايا ولقينا، متفقين؟ دونك مزيان. ولكن هنا خسرنا في واحد الحاجه، شناهي؟ هو انه هذا ما بقاش او كاري، دونك هذا خصني ندير ليه الجذر و او كاري باش يتجمع ليا كله في او كاري، او كاري وحده. دونك شنو غيكون عندنا هنا؟ اي كتساوي واحد على اش؟ على كي موان بي او كاري سور 4 فوا لانتيغرال. هذا غنرجعو على شكل او كاري، جذر ديال كي موان بي او كاري سور 4 على هادي اكس بلس بي سور 2 او كاري، وهذا تا هو ولا او كاري بلس 1.
ديما هذا العدد راه تلقاه موجب، هذا راه موجب، يعني بلا ما تفكر تقول لي شي واحد هذا راه هو ناقص 100% موجب العدد، حنا غنشوفوها في التمرين. هذه اللي نقرا لكم اوكار باش تبان لهم. انا غنجمعها كلها في اوكار، دونك شنو غنمشيو نديرو دابا؟ دونك غنجمعها كلها في اوكار واحد، هادو كلهم في اوكار، دونك شنو غيولي عندي هنا؟ تساوي واحد على كيو موان بي اوكار سو 4 دي دو اكس ياكل لنا عامل الاش الاكس بلس بي سور 2 سور الغاسين، هادو يكونوا اعداد. لا فهمتي هاد الشيء اللي كنقول دابا؟ اي تمرين بغيت تحط لك غادي تخرج ها هي شي حاجه اوكاري. صافي دابا قربنا دونك ها هي اي اوكاري. علاش انا درتهم ا و بي و سي باش نوصل لك واحد الميساج، هو انه هادو ما عندكش اجتهاد، عقلك محسوس، عقلك خصو يحفظ اش دارو يطبقو، يعني ماشي هاي كيلكو سوا هاد ا و بي و الاعداد اللي كاينين هنا، حنا خدامين اون جينيرال غنوصلو لنفس النتيجة، يعني ملي غيجي شنو هو الوظيفة ديالك نتايا في ليزيكزيرسيس، هو غيكون عندك هاديك بي و ا و هادوك الاعداد ومعروفين و غتعاود نفس القصة، يعني داكشي اللي درناه غتعاود. دونك هنا صافي قربنا نوصلو، هادي شناهي؟ شنو قلنا هاد اللي بغينا نوصلو حنايا؟ بغينا نوصلو لانتيغرال دي دو اي على اي او كاري بلس ان، دونك ما داخل او كاري هذا اللي هنا هو اش هو اي، دونك شنو غاتمشي دير لينا هنا؟ اون بوز هذا، ما عندكش شي واحد يمشي يدير او كاري، لا غير اون بوز او ايكار، شناهي اي؟ هي اش، هو هاد الشي اللي كاين داخل، دونك اي كتساوي اكس بلس بي سور 2، هذا راه عدد، جذر ديال كيو موان بي او كاري سور 4. إلا درتي شي شونجمون فاريابل في شي انتيغرال خاصك تبدل هذا وخاصك تبدل دي دو اكس وتبدل لي بون، انا ما عنديش لي بون، دونك شنو هو؟ غنبدل غير دي دو اكس، دونك لي بون ما محتاجوش، دونك هادي شنو خاصني ندير؟ خاصني نبقى دي دو اكس، دونك هادي ان ساهل هذا اللي داخل وسط او كاري هو اي، دونك سو كي امبليك اش سو كي امبليك انه دي دو اي تساوي هذا راه عدد ياكل لنا عدد في اكس، شوف معايا عدد في اكس شنو هي لا ديريفي ديال عدد في اكس؟ هو هذاك العدد ياك مضروب في دي اكس، شنو هي الديريفي ديالها؟ هي دي دو اكس، دونك هي دي دو اكس. كاين اللي ما غيفهمهاش غنحاول نشرحها شويه غنشوفوا معاها، هذه اكس على عدد وهذه عدد على عدد، دونك لا ديريفي ديال اكس شنو هي؟ هي دي دو اكس على عدد، دونك العدد غيبقى ياك؟ دونك دي دو اي هي لا ديريفي ديال اكس اللي هي دي دو اكس على هذاك العدد جذر اش بي او كاري بي عفوا كيو موان بي او كاري سور 4. تقدر تجبد ليا من هنا دي دو اكس ولا لا؟ ها هو دي دو اكس لقيتي، شنو هو دي دو اكس؟ هو هادي فهادي، راه سي نورمال طولت شويه ولكن صافي، ها هو الكوب ساهل ساهلين الكوب، دونك صبروا بقى قليل والو. دونك ها هي دي دو اكس شنو هي؟ هي هادي فهادي، هادي فهادي ياك ولا لا؟ متفقين؟ دونك سو كي امبليك انه دي دو اكس كيساوي هو دي دو اي مضروب في اش في العدد اللي هو كيو موان بي او كاري سور 4. هادي شنو هي؟ هي دي دو اكس. صافي ملي غنهز دي دو اكس غنحطها هنايا وغنهز هذا شنو هو اي غنحطه هنايا، راه غتولي عندي او دي دو اي على اي او كاري بلس ان دي دو اي، هذا شنو هو؟ واحد العدد، هذا العدد ما عندنا ما نديرو ليه، خرجوه على برا، غتبقى عندي دي دو اي على اي او كاري بلس ان دي دو اي على اي او كاري بلس ان اللي هي لا كتونجونس. سا مارش؟ دونك اش غنمشي ندير دابا ملي غندوز لابارتي تاني؟ غنعوض دي دو اكس بهذا، دونك غنشد هنا وغنحط دي دو اكس وهذه غنعوضها باش اي، متفقين؟ دونك راه غادي ندوزو للمثال يلاه.
شوفوا معايا كاع شنو قلنا هذيك دي دو اكس باش غنعوضوها دي دو اكس راه هي لا راسين ديال كيو موان بي او كاري سور 4 فوا اش فوا دي دو اي على اي او كاري بلس 1 هذه هي اي هذه دي دو اي هذا عدد لاحظوا معايا ان هذا ديما غيكون عندك علاش مزيان عاوتاني يكون دائما غتلقى الاختزال هذه راه بحال هي الجذر ديال هذا الكل او كاري ياك ولا لا دونك راه غتمشي لينا هذه هذه مع الجذر ديال هذا اش غيبقى لينا اي 2 صافي انت ساليتي اي 2 شنو هي واحد على جذر ديال كي موان بي او كاري سور 4 فوا لانتيغرال ديال اش حيت هذا غيمشي مع الجذر واحد وغيبقى جذر دي دو اي سور اي او كاري بلس 1 اللي هي الارك طونجون دو اي دونك اي 2 شنو تساوي هي واحد على الغاسين ديال كي موان بي او كاري 4 ارك طونجون ديال اش ديال اي و اي شنو دونك هي اس اي واحد على جذر كي موان بي او كاري سور 4 ارك طونجون دو اش اي راه اللي حطينا في الاول هي اكس بلس بي سور 2 على لا غاسين ديال كي موان بي او كاري سور 4 بلس كونستون وهانت لقيتي لينا اش لقيتي لينا اي ان هانت لقيتي لينا هذاك اي 2 ها هو كيخرج على هذا الشكل اللي بغى يقول لي شي حاجه يقدر يشد هذا الفورمي ويعوضها ا بي بهذا التعبير ديالو كيف التعبير ديالو وتخرج لي لا فالور ديال جي دونك انا نحسبوها في ليكزامبل خاص ديال ديمونستراسيون دونك شنو قلنا ها هو لقينا اي 2 دونك غادي نحطو خليتها كي تعمدت انني نخليها هذا هو اي 2 هذا هو اش هو اي ان دونك ملي غتعوض اي 2 هنايا وغتعوض اي ان هنا غادي تحسب الانتيغرال ديالك متفقين دونك الا فهمتوا لي من هادشي اللي قلت دابا واحد 60% حتى 70% مزيان علاش حيت دابا غنعطيو مثال غنعاودوها نفس هي غير هي بمثال ولكن خص ضروري تدوز على الكور باش تعرف ان هذاك الشيء كيبقى غير يتعاود دونك الكور هو الاولاني عاد غندوزو الامثله دونك اللي فهم هادي صافي راه اي تمرين غتحط لي غير جاوب عليه راه حيت انا كنت ما كنسميش تعادل كنبقى نخليها ا و ب وهذا دونك دابا غندوزو للتمارين دونك ها هو اللي حسبناه ها هي اي ان حاسبينها ديجا نحطو هنايا وغنلقاها دونك انا غنعطيكم دابا جوج ديال الامثله وغنعطيكم دو فوا داكشي اللي تخدموا في الدار عاوتاني دونك اللي بغا يسكريني الاولانية تاهي دونك اي سكرينيو هادي والاولانية هذا هو اي دو هادشي اللي قلت خصو يتحفظ ضروري سكرينيو هادي حتايا باش ندوزو الامثلة انا عارف انه كاين بزاف ما تيفهمش في هو عزيز عليه الكور ما تيفهمش الكور هو عزيز عليه غير ليزيكسيرسيس تي غير ليزيكسيرسيس اوكي راه ضروري خصنا ندوزو على الكور ساهل اي حاجه في الكور ممكن نفهمها خصنا نقولوها يعني نخدمو جينيرال عاد ندوزو للتمارين التمارين راه حالات خاصه الكور هو اللي في كلشي دونك يلاه شوفو معايا هاو ليكسيرسيس كالكولي لانتيغرال بحال ريفيزيون غنعاودو من الاول واحد كالكولي هاد لانتيغرال ديال اش من اكس موان زان لا اكس او كاري بلس اكس بلس ان فوا تي دو اكس ا شكون هو بحال نفس اللي درت قبيله غير ا هذا اللي كان هنا واحد هذا شحال موان زان بي واحد وكي واحد دونك حنا غنحسبو هاد لانتيغرال مي شكون اللي باقي عاقل على لي زيتاب اللي غنديرو لا ديريفي ديال اش ديال هذا خصها تبان لينا الفوق ياك ولا لا دونك لي طاب الاولى غنفرقو لدو انتيغرال انا غنعاود من الاول بحال كنعاود غير هي ملي كتكون عارف الكور كتعاود كتجي زوين احسن دونك هاد اكس موان زان غنكتبوها بدلالة لا ديريفي ديال المقام شنو هي لا ديريفي ديال المقام هي جوج اكس بلس ان انا بغيت من جوج اكس بلس ان بغيت نرجعو اكس دونك خصني نضرب في واحد على جوج هادشي واحد غتبقى اكس دونك هاد موان زان نحطو هنا
ياك ولا لا؟ وهذه في هذه بلس ان دومي دونك خصني نقصها موان ان دومي. دونك الى هذه مشرجه شنو غيولي لي هنايا؟ تولي اكس بلس ان دومي غتمشي مع موان ان دومي موان ان هاي ولا لا؟ دونك وهذه شحال هذا العدد؟ هذا العدد هو ناقص 3 على 2. دونك هاي ليطاب الاولى لاحظتوها كتجيبها بسهوله. اش كنمشيو نديرو؟ نشدو هذا ونحطو هنايا ولا لا؟ نسميو هذا نسميو اي مزيان هنا ياك ولا لا؟ دونك شنو قلنا؟ اي كتساوي هادي هاي بشوية هي نورمالمون تقدر ديرها بزاف اللي تو ديت هاي واحد على جوج هادي جوج اكس بلس ان موان تخوا دومي على اكس او كاري بلس اكس بلس ان فوا اش فوا دي دو اكس دونك كيساوي هادي واحد على انفرقو لدو انتيغرال رجعناه دونك هذه واحد على جوج تخرج برا لانتيغرال ديالش ديال جوج اكس بلس ان اكس او كاري بلس اكس بلس ان فوا دي دو اكس موان تخوا دو مي تاهي تخرج على برا اش لانتيغرال ديال دي دو اكس سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان تبعي معايا دونك ها نتوما بارطاجينا الاش دو انتيغرال هي العملية اللي كنت كندير قبيله هي كتعاود اي كتساوي دونك شو اللي عندنا واحد على جوج نسميو هذا اي ان ناقص ثلاثة على جوج اي دو ها هي لا فورمي اللي كنا وصلنا لها شنو غنمشيو نديرو دابا غنحسبو اي ان وغنحسبو اي دو قلنا اي ان غنلقاو محسوب هو الالم و اي دو غنمشيو نديرو لاش لاكتونجونس دونك بوغ اي ان اللي هو الانتيغرال ديالاش ديال 2x بلس 1 سير x او كاري بلس x بلس 1 فوا 2 دو x ناقص نحن بغينا غير هكا دونك هادي شناهي هي الانتيغرال هادي راه هي بحال دي دو u ولا u بريم سيغ u هادي ديريفي ديال هادا و دونك هي الالان ياك ولا دي دو u دونك هي x او كاري بلس x بلس 1 كنعاود ناكد هذا راه موجب حيت هذا هي السالبة بلس كونستون دونك ها هو اي ان قيمة شنو هو اي ان هو الان اكس او كاري بلس اكس بلس ان بلس كونستون كنا نخليو كونستون تاع الاخر حنا لقينا اي ان ها و اي دو غنعاودو بحال كنغنيو في اغنية شد هذا كتبو بلا فاليري ديال هذا حطو هنايا فرقو لدو زانتيغرال في الاخر غتولي عندك صايب بين هذه في جوج دقائق في خمسة دقائق وماكسيموم شد هذا دير الفيديو على هذا الشبال هنايا حطهم هنا بارطاجي دو زانتيغرال اي ان اي دو اي ان هي الالم اي دو راه ماشي تصايب على شكل اركتونجونت دونك سكرين هادي ندوزو دابا باش نحسبو اي دو دونك قلنا اي دو هو الانتيغرال ديالش عقلو على لي كواسيون لي كانت عندنا دي دو اكس سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس كي دونك شنو قلنا كنمشيو كيفاش كنحسبو الانتيغرال هنا راه صافي اختاريت انه هذا وهذا واحد يا كلنا هذا هو اي دو دونك اش غنمشيو نديرو بدايه ديال المتطابقه هامه كلا طاب تاني باش نحسبو اي دو غنديرو بدايه ديال المتطابقه هامه دونك اكس او كاري بلس اكس بلس ان كتساوي هي اش هي اكس بلس هذا على جوج هو واحد على جوج او كاري كتزيد هذا زائد واحد وكتنقص هذا او كاري ناقص واحد على ربعة اللي هي واحد على جوج او كاري نشر هادي هاي اكس او كاري بلس اش هادي في هادي هي اكس بلس
واحد على جوج اوكاريه واحد على 4 ناقص زائد واحد ناقص واحد على 4 تشي هذه بعادي وتتلقى هي نفسها. دونك شنو ندير وكنصايبو البدايه المتطابقه هما واحد نقص منه واحد على 4 4 هي 3 على 4 دونك هز هذا حطوه هنا ياك اش غادي يولي عندنا دونك اي 2 كيساوي الانتغرال ديال د دو اكس على اكس بلس 1 دوني او كاري زائد 3 على 4 خاصنا نصايبو شنو قلنا الهدف ديالنا هو د دو اكس سور اي او كاري بلس 1 ياك ولا لا دونك نعملو 3 على 4 نخرجوها برا دونك هي اش هي 1 على 3 على 4 تقدر تقلبها هي 4 على 3 كاين اللي كيقلبها كيخ غلط حطها بحال هكا 3 على 4 دونك اش غيكون عندنا هنا هو اكس بلس 1 دومي على 3 على 4 بلس 1 ياك ولا لا لا اوكي خاصني ها هو صايبت اي او كاري بلس 1 ولكن هذا خصو يكون في او كاري كلهم او كاري وحده ياك ولا لا دونك شنو تساوي هادي تقلب هنايا هي اي 2 تساوي هادي 4 على 3 خليها ننتقل هادي غنقدر نديروها هي اش هي 4 على 3 مضروبه في اكس بلس 1 دومي لوتو او كاري بلس 1 تي دو اكس نقدروا نجمعهم في او كاري وحده هادي باش نرجعها او كاري هي 2 على جذر 3 مع هادي او كاري دونك هي 4 على 3 الانتغرال ديال اش ديال دي دو اكس على اش هادي راه هي 2 على جذر 3 لوتو او كاري دونك بلس اكس بلس 1 دومي او كاري مع او كاري غادي نجمعهم كلهم في او كاري وحده زائد 1 ياك دونك هادي راه هي 2 على جذر 3 وكلشي اوكاري اللي هو جذر مع اوكاري ياك وجمعهم في اوكاري واحد ها هي صايبنا دونك هادي شناهي هي هي اون بوز اش قلنا ما داخل هذا اللي هو داخل هنايا هذا اللي في الكروس كنسميوه اي اون بوز او ايغا 2 على جذر 3 عامل لي اكس زائد 1 على 2 سو كي امبليك هاي هي اي خصني نلقى دي دو اكس غنديري فيها دونك دي دو اي شناهي دونك دي دو اي هي اش هي 2 على 3 جذر 3 مضروبه في اكس شناهي الديريفي ديال اكس هي دي دو اكس هي 2 على جذر 3 دي دو اكس ياك و 2 على جذر 3 في هذا العدد عدد ملي غنديريفي زيرو دونك بحال بلوس زيرو ديريفي ديال العدد زيرو جبدوا لينا من هنا دي دو اكس ce qui implique انه اش ان دي دو اكس هي اش هي جذر 3 على 2 دي دو اي هانت بغيتي هادي هي دي دو اكس هاي حطها لينا هنايا هادي هي او وانت ساليتي هي او بريم على او كاري بلس ان هي الارك تونجونت دونك اي 2 شنو هو اش هو 4 على 3 لا انت ديما غيكون واحد الاختزال الا ما خرجش لك الاختزال هنايا عرف راسك راه غلط شنو هي هذه هي جذر 3 على 2 دي دو اي سير اي او كاري بلس 1 تو سير هذه 2 غتمشي مع اش مع 4 شحال غيبقى يبقى 2 جذر 3 غتمشي مع 3 غيبقى فيها غير جذر 3 1 هذا جذر 3 او كاري شنو هذه مع هذه اش كيبقى لينا كيبقى لينا هي اش هي 2 على جذر 3 نعم جذر 3 مع 3 وهذه مع تبقى 2 على جذر 3 وهذا هو الارك تونجونت ارك تونجونت دو دو اي وشنو هي اي فهي اش هي 2 على جذر 3 ارك تونجونت ديال اش رجع هذه كيف كانت هي 2 على جذر 3 اكس بلس 1 دو ياك ولا لا انت بقيتي اي دو اغنيه كتشد نفس القضيه كتبقى غير تشاو كل تجي تبدلوا لينا غير هاد الاعداد اللي غيكونوا هنا دونك فينالمون شنو هو غتمشي غتمشي تعوض لينا في ليكواسيون فينالمون اش كان كيساوي عندنا هانت شنو كنا كاتبين اي كيساوي
واحد على جوج اي ان ناقص ثلاثة على جوج اي اي دو. شكون هو اي ان؟ هو واحد على جوج ألم دو اكس او كار بلس اكس بلس ان ناقص ثلاثة على جوج مضروبة في اش جوج على جذر ثلاثة ارك تانجونت ديالش ديال جوج على جذر ثلاثة اكس بلس ان دو بلس كونستانت. متفقين؟ وانت حسبتي لي ولا ندير غادير شونجمون فاريابل اي حاجة بلا ما تحس. هذا الكور ديالنا شنو درنا هنا ابليكينا الكور سي نورمال. غاتمشي هادي مع هادي وغنمشي هادي مع هادي وغتبقى لي كامل هو ناقص جذر ثلاثة. تراك كيقول لك ديك الكونستانت كنت تعمل الاخر ها؟ قال لك ضروري تكون ديك السكن تعمل الاخر. عدد السكن تعمل الاخر فين بغينا هاد الكونستانت عدد. إلا كان عندنا لي بون نحسبو بريميتيف ديال الأصلية. إلا كان عطانا لي بون غادي نلقاو هداك غنلقاو هداك السين. متفقين؟ دوكا نكتب ليكم لي زيكزيرسيس. دوكا أنا دابا غادي نعطيكم لي زيكزيرسيس لي غتخدمو نتوما. دوك نوطيو هادشي. نعطيكم لي زيكزيرسيس كالكيلي لي بريميتيف. راه ماتش مايمكنش تفهمو بلا ما يضرك راسك. أي واحد غيشرحو لك في العالم راه إذا بيشرح لك شي واحد ماتش وما ضربكش راسك عارف راسك راه كنكذب عليك. دوك المات ضروري خصك شوية الحساب شوية هداك. دونك واحد هاي الحالة هادي اللي درنا عطيكم واحدة الأولى هي لانتيغرال ديال إكس. دونك هاهما خمسة ديال لي فراكسيون غاسونيل سكريني بعدا وخدمو هاد الخمسة لي غنصحوهم من بعد. صور 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 سكريني راه يلاه طلع لهم كاملين. دونك لي طلع لي هدا سكريني هاهي لي بغا يصور صورو هادي. وي دابا نتوما غتخدموها وغندير غندير الكوريكسيون من بعد بعد غنصحوها. وكاينه واحد دي اكس فين هي ديال الاولى زيد عبد الرحيم دي اكس تما صافي. دونك يلاه خذوا هذا